مشارف موسم جديد، صفقات هنا وهناك وأجواء تنافسية، لكن علشان اللوحة تكمل محتاجين العنصر الأهم، محتاجين جمهورنا أولاً وأخيراً. في وسط استعدادات منتخبنا لمواجهة حاسمة في مشوار تأهلنا لكأس الأمم، ومع انتظار بطولة السوبر المصري بين الأهلي وزمالك وبيراميدز وسيراميكا، ده بالإضافة للدوري بالموسم الجديد والمعترك الأفريقي، كل المنافسات الحلوة دي مش هتكمل غير بوجود العنصر الأهم، جمهور الكورة، أحلى حاجة في الكورة. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. هو فين الجمهور؟ جمهور الكوره ما بيروحش الملعب ليه؟ ده السؤال اللي المفروض نقف كلنا عنده. مكان الطبيعي لجمهور الكوره هو المدرجات. طيب الجمهور ما بيروحش ليه؟ وبالمناسبه الجمهور ما بيروحش كل المباريات، مش بس مباريات منتخب مصر، عشان دايما الجمله الشهيره لا الجمهور بقى يحب الانديه اكتر، بقى منتمي للانديه اكتر، لا ما بيشجعش المنتخب، لا ما فيش انتماء للمنتخب، بصوا على منتخبات العالم كله الجماهير بتروح، اشمعنى الجماهير ما بتروحش مباريات المنتخب؟ جمهور العالم كله بيروح مباريات الانديه ومباريات المنتخب، احنا الجمهور عندنا لا بيروح مباريات الانديه ولا مباريات المنتخب. واديك دليل، السنه اللي فاتت كان مسموح ب 20,000 مشجع في كل مباراه، بالكتير كل المباريات، بالكتير يعني كل مباراة، المباريات اللي بيبقى طرف من الأطراف نادي جماهيري، بالكتير 5,000 مشجع، بالكتير قوي، إلا يعني مباراة أهلي زمالك، مباراة زمالك بيراميدز، زمالك وإسماعيلي، أهلي وإسماعيلي، أهلي واتحاد، يعني مباريات نادرة جدا ممكن تلاقي العدد زاد شوية. غير كده الجمهور ما بيروحش المدرجات لكذا سبب، لكذا سبب. وتعال نبدأ من جزئية الأندية. أول حاجة المنافسة مش كبيرة، المنافسة مش كبيرة بين كل الفرق، فهتلاقي أدام ما فيش منافسة فهتلاقي الجمهور ما بيروحش كتير، أدام النتيجة مضمونة وهو عارف هيحصل إيه. ده سبب. سبب تاني إنه بعض الناس، كثير من الناس عندهم مشكلة مع تذكرة المباراة، وانا اتكلمت في الحكايه دي اكتر من مره وقلت بالقياس باللي حصل في الاسعار في الدنيا كلها في اخر كام سنه، فما زالت اسعار التذاكر عندنا مقبوله نظريا، ركز معايا بس في الكلام، مقبوله نظريا. يعني ايه مقبوله نظريا؟ يعني الرقم اللي يعني مثلا تذكره منتخب مصر المباراه الاخيره لمنتخب مصر كانت ب 75 جنيه، اقعد بقى شوف ال 75 جنيه دي بتجيب ايه، هتلاقي بتجيب حاجات قليله جدا دلوقتي خلاص يعني. طب تروح روح بيها تذكره مباراه، هي ارخص من تذكره سينما بالمناسبه يعني دلوقتي. بس ناس تانية تقول لك وحقها جدا، لا بس ما هي التذكره غاليه عليا، انا معايا كام 75 جنيه في مرتبي في الشهر عشان اروح ب 75 منهم مباراه، ده غير بقى المواصلات والاكل والشرب والحاجات اللي هصرفها دي كلها، ومش هبقى انا لوحدي، ده انا ممكن ابقى انا وابني انا واسرتي، فتبقى الحكايه وسعت مني قوي، فبلاها مدرجات. ده جزء، ومعرفش بصراحه ده محتاج حلول ذكيه. يعني ايه؟ ما انا برضو مش الناحيه التانيه، النادي مش عايز يقلل اسعار التذاكر قوي عشان هو كمان محتاج يصرف، فهتقل اكتر من كده هو مش هيكسب حاجه من الدخول الجماهيري المدرجات، فمحتاجة حلول. فدي جزئية. جزئية كمان وهي مهمة جدا جدا،
احنا قعدنا فتره الجمهور ما كانش بيروح المدرجات، فتحول الجمهور او بقت متعه جمهور الكوره انه يكتب بوست على الفيسبوك اثناء المباراه، يطلع لايف اثناء المباراه، يهزر مع المنافس بتاعه على السوشيال ميديا اثناء المباراه، فبقى بيشبع رغبته بالاستمتاع بالكوره وهو قاعد في البيت ماسك موبايله بيتكلم على اللي بيحصل في المباراة وبيتكلم وبيهزر وبيضحك، وقاعد على كنبتي قاعد على سريري وخلاص، أنا كده كده مستمتع مش محتاج استمتع بالمدرجات. الجزء الأهم بقى في رأيي، وهيفضل الجزء اللي محتاجين فيه حلقات وحلقات وحلقات وأفكار وأفكار وأفكار، يا جماعة في العالم كله دلوقتي مروح الاستاد ما بقاش فرجة مباراة وبس. يعني لو هدفع تذكرة مش عايز ادفعها عشان هحضر 90 دقيقة، لا انا عايز اروح الاستاد ده الاقي شوية العاب كده حوالين الملعب الاستاد، يعني اكشاك مطاعم كده معمولة لذيذة اخش اخد فيها سندوتش، اشرب قهوة واشرب شاي، الاقي العاب مثلا الاولاد اولادي يلعبوا بيها مثلا زي ملاهي صغيره كده حوالين الاستاد، الاقي فرقه موسيقيه واقفه في محيط الاستاد عماله تغني واحنا واقفين نسقف معاهم، الاقي نفسي وانا رايح الاستاد انا واسرتي انا رايح اخرجكم انا رايح افسحكم النهارده يلا بينا. مش بس المباراه، مش بتسمع دايما الجمله اللي يقول لك ايه الاستاد في الدوري الانجليزي ولا في الدوري الفرنسي ولا الدوري الاسباني بيبقى فاضي قبل المباراه بربع ساعه، فاضي خالص، الناس في محيط الملعب بس بيستمتعوا بياخدوا اقصى حاجه من الاستمتاع باليوم وبعد كده يروح يكمل المتعه دي بحضور مباراه. لكن انا هنزل من بيتي دلوقتي انا واسرتي وحياتي واولادي واللي ماسكين الموبايل طول الوقت عشان بس هروح اقعد في المدرج اتفرج على مباراه، مش هتلاقيها عند ناس كتير، هم حبه قليلين اللي بيروحوا الاستاد دول اللي هم رايح فعلا عشان بس حاسس ان هو بيأدي دور انه يشجع فريقه يشجع منتخب بلده، ده دور بيعمله مش فارق معاه متعه ولا حاجه، هو دي متعته اصلا. لكن الباقي لا، لازم تديله حاجات اضافيه، لازم تخليه مستمتع باليوم ده، ودي بقى ليها 80 اسلوب بالمناسبه، ده ممكن تلاقي بيها حلول لاسعار التذاكر. هتقول لي ازاي؟ اقول لك مثال، انا مش عارف انا حاسس انا في البرنامج ده هشتغل راجل بتاع تسويق، بغض النظر الكلام اللي هقوله ده صح ولا غلط عشان ممكن حد بتاع تسويق يتفرج عليا يقول لي يا عم انت كده بتقول اي كلام، بس دي بفكر معاكم يعني. دلوقتي في مطعم اتعمل حوالين الاستاد بيبقى اكشاك كده، عارف انت الاكشاك دي بتاعت المطاعم، فواحد منهم مثلا قال لك انا هديك سندوتش وعليه بطاطس و50% على سعر التذكره لو جيت اشتريت من عندي، ما انا بعمله ده هو بيعمل لنفسه دعايه برضه، فانت رحت كلت وشربت وخدت التذكره بنص الثمن اللي هي كانت غاليه عليك قوي انت واولادك مثلا. مثلا يا سيدي قيس بقى على ده حاجات كتيره قوي، والله انا هعمل كوش كده هبيع فيه ملابس رياضيه، لو اشتريت مني تي شيرت هديك تذكره ببلاش مثلا، يبقى انت استفدت بالتيشيرت وخدت التذكره ببلاش ببلاش. فدي كلها امور تسويقيه بس نقعد نفكر عشان الناس تروح المدرجات، لازم الناس تروح المدرجات لازم. الحكايه مش حكايه الناس مش حابه تحضر ماتش مصر ولا مش حابه تحضر ماتش الاهلي ولا مش حابه تحضر ماتش الزمالك ولا الاسماعيلي ولا الاتحاد، الحكايه ان موضوع المدرجات ده مع التطور اللي حصل في الدنيا ده لازم يبقى في حلول مبتكرة عشان نجذب الناس مرة أخرى للمدرجات، مش بس سعر التذكرة، في أمور كتيرة هي السبب في عدم ذهاب الناس إلى المدرجات. نفكر النهاردة منتخبنا الوطني استعدادا لمواجهة موريتانيا يوم الثلاث بإذن الله، قرر أنه يعفي كابتن حسام حسن، قرر أنه يعفي مصطفى محمد من المشاركة في مباراة موريتانيا بسبب انه عنده اجهاد في العضلة الخلفية. الجهاز الفني فضل راحة
مصطفى محمد حفاظا عليه وحتى لا تتفاقم الإصابة. الناس تقول لك ما هو شارك في جزء أخير من المباراة الماضية، ماشي مش جاهز 100%. يعني لو المباراة دي اللي هي جاية دي مباراة مصيرية ما كانش هيتم استبعاده أو يعني يتم إعفائه. لا تعالى وتحامل على نفسك شوية، هو كان هيعمل كده مصطفى محمد. سمع إن المباراة في المتناول فينفع، أو مش المباراة نفسها، التصفية نفسها في المتناول، يعني إن شاء الله ربنا يكرمنا. إحنا محتاجين نقطة بس فيما تبقى من المباريات، فمش محتاجين لا نحمل على مصطفى ولا نحمل على محمد صلاح ولا نحمل على اللاعبين المهمين اللي محتاجين إن هم يفيدونا في باقي التصفيات، سواء تصفيات أمم أفريقيا أو تصفيات كأس العالم. تعالى بقى نروح للسوبر المصري. إن شاء الله سوبر يبقى محترم قوي بأربع فرق محترمين جدا، أهلي زمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا. اللي هقوله لك ده هو خبر خاص لرقم 10، وهو قائمة النادي الأهلي اللي هتشارك بإذن الله في السوبر المحلي. القائمة هيكون فيها الأسماء التالية: في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء، في خط الدفاع عمر كمال، خالد عبد الفتاح، أشرف داري، رامي ربيع، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، يحيى عطية الله وكريم الدبيس، خط الوسط مروان عطية، أكرم توفيق، عمرو السولية، كريم وليد، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أفشة وعمر الساعي ورضا سليم وحسين الشحات وبيرستاو وطاهر محمد طاهر، وفي الهجوم أسامة أبو علي وكهربا. دي قائمة الأهلي الأقرب للمشاركة في السوبر المحلي إن شاء الله، القائمة اللي هيلعب بيها مرسي الكرة الأولى مبارياته في هذه البطولة أمام فريق محترم هو فريق سيراميكا كليوباترا بنفس الطموحات. احنا بنتكلم في فرق خارج بطولات السنة اللي فاتت، سواء أهلي أو سيراميكا كليوباترا أو بيراميدز، أهلي دوري، سيراميكا كأس الرابطة، بيراميدز كأس مصر، وبالتأكيد الزمالك بطل السوبر الأفريقي مؤخرا، مش بيشارك بالسوبر الأفريقي، ولكن هنتكلم في أبطال أربعة، فأكيد بطولة قوية ومحترمة جدا. معي عبر الهاتف الآن واحد من كبار مدربي الدوري المصري، كابتن الكبير كابتن أيمن الرمادي، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا. يا فندم مشرف ومنور دايما، بسعد بتواجدك يا كابتن أيمن. أهلا وسهلا كابتن كريم، إزاي حضرتك؟ مشرفنا دايما. الله يكرمك، نفسي على حضرتك وعلى كل مشاهدينك ومتابعينك. اهلا بيك يا فندم. الوضع ايه بقى؟ عارف ان انتوا خلاص سافرتوا الامارات والاستعداد قويه جدا لمواجهه اولى امام النادي الاهلي في السوبر المصري، استعدادكم يا كابتن ايمن وطموحاتكم ان شاء الله في هذه البطوله؟ والله يا كابتن ان شاء الله باذن الله نتعشم ان احنا نعمل بطوله قويه ان شاء الله، الاربع فرق جيدين ممتازين، نتمنى ان احنا ان شاء الله نشرف الكره المصريه، واكيد كل الفرق يعني تعد العده لهذه البطوله ان شاء الله باذن الله تكون بطوله قويه يستمتع بها الساده المشاهدين دايما يعني. ان شاء الله يا فندم. الوضع والحاله الفنيه والمعنويه للاعبين، كل اللاعبين جاهزين يا فندم ولا في اي مشكله واي اصابات لا قدر الله؟ لا يعني اصابات عاديه بتاع فتره الاعداد، اعتقد ان يعني الموضوع ماشي بصورة طيبة يعني، ما فيش أمور خارج الطبيعي يعني أو خارج المألوف. كل الفرق أكيد استعداداتها كويسة، احنا بالنسبة لنا الأمور طيبة، ننتظر بس إن شاء الله عودة القندوسي وبيكام، إن شاء الله الأمور تكون طيبة إن شاء الله. الضغوط على الأهلي والزمالك والبيراميدز أكتر من سيراميكا كليوباترا يا فندم ولا الضغوط واحدة؟ يعني اكيد الفرق الجماهيريه الضغوط عليها بتبقى اعلى، زي مثلا الاهلي والزمالك، وخصوصا ان هم بالنسبه لهم يعني متمرسين في البطولات وكده، لكن في نفس الوقت لما بتبدا المباريات الضغوط بتتساوى يعني. صحيح. طيب كابتن ايمن، سؤال مهم جدا، انت كان عندك لاعب تعرض لكثير من الضغوط الفتره الماضيه وهو من الركائز الاساسيه للفريق، وبعد عرضه للبيع من النادي الاهلي احمد القندوسي، كيف تعاملت معه معنويا ونفسيا عشان تخليه جاهز لمواجهه زي دي؟ الحقيقه هو احمد مع المنتخب من اول ما حصلت الازمه دي بتاعه القندوسي، هو مع المنتخب يعني ما التقيت منه بيه مره واحده قبل ما يسافر. قلت له ايه يا كابتن ايمن؟ نعم قلت له ايه يعني، نصحته بايه الفتره ديت يعمل ايه؟
لا بالعكس، القندوسي القندوسي اصلا من الشخصيات اللي هي الاكثر من محترمه، بيعرف يتعامل مع المواقف بجديه وبرجوله. والحقيقه يعني كانت لو بعض فنجان، يعني اعتقد ان هي النادي الاهلي حسمها بقراراته اللي هي اللي انا شايفها ان هي جيده وعادله جدا. وبرضه النادي الاهلي نادي كبير جدا ونادي تربوي، عارف ان حتى يعني وارد ان يحصل في الكره اخطاء، وارد ان يحصل في اللقاءات اخطاء، لكن الحقيقه بمنتهى الصراحه هو القندوسي كمان من الشخصيات اللي هي تقدر يعني تواجه المصاعب بجديه. الامر كان يعني كان ما يخلوش من ان هو كان حاسس باستغراب شويه ان الموضوع خد اكبر من حجمه. كان حاسس باستغراب ان احنا عندنا بس شويه السوشيال ميديا اتعاملت مع الموضوع بكثافه اكبر من حجمه الطبيعي. لكن هو كان ممتن لمقابله الكابتن محمد رمضان دي، وكان سعيد جدا لان هو الكابتن محمد تعامل معاه بشياكه كبيره جدا وتعامل معاه باحترام، وده الحقيقه بيبقى دايما مطلوب في ان احنا، لان خلي بالك سمعه مصر دايما في كل الدول العربيه بتبقى في التعامل مع هذه المواقف. لما تلاقي تعامل راقي من النادي الاهلي او متمثل في الكابتن محمد رمضان وان هو يحتضن اللاعب، واي نعم هم اخذوا قرار لكن ما يمنعش ده ابدا ان انت تتعامل يعاملوا الناس باحترام. وده كان الحقيقه كان مؤثر جدا في القندوسي، وكان اثره جدا حكايه ان هو اتعامل معامله كويسه لما راح لجلسه الاستماع اللي هم كانوا عاملينها. طبعا هل طلبت يا كابتن ايمن حسم التعاقد مع القندوسي بعد عرضه للبيع؟ والله شوف الموضوع، احنا الموضوع حصل واحنا كنا مسافرين الامارات. فلسه شويه ما حصلش نقاش بيني وبين الاداره في هذا الصدد. لكن بالنسبه لنا اتمنى ان القندوسي يبقى موجود يكمل معانا. لكن طبعا الموضوع ده موضوع امكانياته وقدراته، النادي هو اللي يشوف ايه المناسب ليه، يعني لان في حاجات كتيره المدرب ما يقدرش يتحكم فيها، وخصوصا لما تدخل في الامور الماليه. صحيح. بعض المدربين يا كابتن ايمن وحضرتك سيد العارفين، اللاعبين اللي بيبقى عندهم ضغوط نفسيه كبيره تحديدا مع الفريق اللي هيلعب قدامه، بعض المدربين يقول لك لا انا هريحه مش هشركه اساسي، هل حضرتك من النوعيه دي ولا انت شايف ان القندوسي يستطيع؟ لا انا شايف ان كره القدم بدون ضغوط ما تبقاش كره قدم، هي كره القدم كلها ضغوطات. صحيح. الضغوطات جزء من اللعبه، يعني اعتقد ان في اوقات كتيره جدا الضغوطات بتبقى في المباريات اكتر كمان من الضغط ده. القندوسي اعتقد انه ما عندوش ضغط خالص. الموضوع كله كان هو تعامل زي ما قلت لحضرتك مع النادي الاهلي، تعامل النادي الاهلي معاه بشياكه وباحترام كعادتنا، يعني الانديه الكبيره بتاعتنا بتتعامل بشياكه وباحترام. صحيح. فالحقيقه اما موضوع القرارات اللي خدها النادي الاهلي فده حاجه ما تزعلش حد، النادي الاهلي طبعا ادرى بمواقفه وادرى بقراراته. صحيح. وهو المفروض القندوسي ما يزعلش، يعني لان دي موضوع احتياجات، وفي انديه كثيره ممكن تشوف ان قرار زي ده يحافظ على الفرقه ويحافظ على الاستقرار ويحافظ، فما يزعلش من كده لان هو ده، هي دي كره القدم، هو ده الاحتراف. مظبوط يا كابتن ايمن. عايز اسالك على احمد رمضان بيكهام، رفض انتقاله للزمالك هو قرار فني من حضرتك ولا كان قرار من الاداره؟ شوف يا كابتن، انا المشكله ان الموضوع ده الحقيقه تداول بشكل غريب، واحنا مستغربين في النادي من هذا التداول. الموضوع هو كلام اغلبه السوشيال ميديا. احمد رمضان بيكهام مجدد من شهر واحد للنادي 3 سنين، بالاضافه للسنه اللي احنا فيها دي 4 سنين. هو احمد رمضان بيكهام من اللعيبه اللي هو بيعتز بوجوده في نادي سيراميكا وجزء من الفريق، فانا ما اعرفش ايه اللي خلى الموضوع ينتشر هذا الانتشار، وتصريحات يمين وتصريحات شمال. الموضوع ده كله هو موضوع عباره عن ان في بعض الكلام قيل على انتقال احمد رمضان بيكهام السنه اللي فاتت للنادي الاهلي، واعتذرنا اعتذار جميل للنادي الاهلي لان احنا محتاجينه.
نفس الوضع حصل مع الزمالك واعتذرنا اعتذار جميل. لكن ان احمد رمضان بكام ضغط على النادي، عشان بالعكس احمد رمضان بكام لاعب متميز، وهو عارف ان هو نادي سيراميكا مع كامل احترامي لبكام هو اللي وصل احمد رمضان بكام للمنتخب، وهو اللي قدمه للناس. يعني رغم ان هو كان بيلعب قبل كده كتير يعني، لكن هو في الوقت اللي هو راح فيه منتخب وهو يعني يعتبر بفضل النادي سيراميكا. واحمد رمضان بكام عارف كده كويس وبيتعامل من هذا المنطلق يعني. صحيح. فما كانش في اي زي ما بيتقال كده ان احمد رمضان ضاغط عشان يروح الزمالك والكلام ده، الكلام ده مش صحيح. اما الجزء الثاني والاهم، اتفضل يا فندم. احنا الكره المصريه بدون اهلي وزمالك ما تبقاش في كره مصريه، لان هم بصراحه قطبي الكره المصريه كما يقال، ودي حقيقه يعني. فبنحترمهم احترام شديد ولزاما علينا ان احنا نحترمهم، لكن في نفس الوقت احنا بالنسبه لنا بنشوف مصلحتنا فين. فلا يعني لا المسؤولين في النادي الاهلي بيزعلوا ولا المسؤولين في النادي الزمالك بيزعلوا لما نعتذر عن ان احنا ما نقدرش نفرط في لاعب مثلا زي احمد رمضان بكام او زي بسام او زي، وبالتالي ما اعرفش هي التسخين كله جاي من بعيد عن الانديه. فالانديه عارفه كويس حدودها وعارفه ان انا النهارده ممكن اروح اطلب مثلا على سبيل المثال من نادي الزمالك عبد الله السعيد، هيعتذر بشيك هيقول لك والله احنا محتاجين عبد الله السعيد، وبالتالي انا هقول له شكرا خلاص جزاك الله خير وخلاص الموضوع اتقفل يعني. لكن لو لقيت مثلا ترحيب مبدئي ولا حاجه تبدا تخش بقى في المفاوضات وتفهم بالظبط. برافو عليك. احنا ما دخلناش اصلا في مفاوضات لان الموضوع، ولا دخلنا يعني حتى السنه اللي فاتت مع النادي الاهلي والمسؤولين الحقيقه في الناديين ما عندهمش حتى مراجعه للكلام، بالعكس بمجرد ما بنقول يا جماعه نعتذر لان ما عندناش في المركز ده محتاجين احمد رمضان بكام، ما حدش حتى خلاص الموضوع بيتقفل عندهم يعني. صحيح. كابتن الكبير كابتن ايمن رمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بشكرك شكرا جزيلا واتمنى لك دايما كل التوفيق. طيب نكمل اخبارنا. في مجرد مقترح حتى هذه اللحظة داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي طبعا بقيادة مارسيل كولر، أنه يتم تغيير طريقة اللعب ويبقى في مرونة في تغيير طريقة اللعب في بعض المباريات. يعني إيه يا كريم؟ يعني إيه؟ كابتن سامي قمصان، من الآخر أنا هقول لك الأسماء، كابتن سامي قمصان اقترح على مارسيل كولر، هو احنا ليه مصممين على فكره ان احنا نلعب طول الوقت ب 4-3-3؟ ودي من الحاجات اللي اخذت على مارسيل كولر الفتره الاخيره من بعض المحللين، انه لا يغير من طريقه لعبه اطلاقا 4-3-3، بس ممكن يغير شويه من الادوار في الملعب بس هي 4-3-3. طيب كابتن سامي قمصان اقترح على كولر انه الاهلي يجرب يلعب بثلاث مدافعين 3-4-3، يجرب يلعب بثلاث مدافعين، وقال له ان احنا عندنا اللعيبه اللي نقدر نلعب بيها كده، هقدر استفيد من رامي ربيعه وياسر ابراهيم واشرف داري ومعايا كمان يوسف ايمن، وهلعب بباكات طايرين يحيى عطيه الله استفيد منه هجوميا جدا، وهستفيد كمان من عمر كمال عبد الواحد الناحيه الثانيه الحين عوده محمد دهاني. ده اقتراح كابتن سامي قمصان. هل يقتنع بيه كولر؟ في بعض التدريبات كان في تصور للشكل ده او تطبيق للشكل ده، واتعمل في ماتش حرس الحدود الودي الاخير الطريقه دي، بس بطبيعه الحال هيبقى الاهلي محتاج فتره، او لعيبه الاهلي محتاجين فتره يحفظوا الطريقه بشكل كويس جدا، وده اللي هيعمله مارسيل كولر الفتره الجايه. طريقه لعب النادي الاهلي ممكن تلاقيها اتغيرت بعد كم مباراه. مارسيل كولر هيلعب باشرف داري دور محمد عبد المنعم. يعني ما هو الاثنين بيلعبوا مساكين. بتكلم على الحته الاضافيه الزياده اللي كان بيعملها محمد عبد المنعم في الضربات الثابته والتسجيل واستقبال الكرات العرضيه بكفاءه كبيره جدا. محمد عبد المنعم ياما سجل الاهلي اهداف حاسمه بهذه الطريقه. مارسيل كولر شغال على اشرف داري بنفس الطريقه،
تدريبات كثيرة جدا على الكرات الثابتة واستقبال الكرات الثابتة، وبيجهز أشرف داري إنه يكون بديل محمد عبد المنعم في الجزئية دي، بجانب طبعا الأدوار الدفاعية الكبيرة اللي بيعملها، بس في الجزئية دي خلينا نشوف. كابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي هيعمل اجتماع قريب جدا مع رامي ربيعة وياسر إبراهيم. ليه الاجتماع ده؟ الاجتماع هيبقى بعد السوبر غالبا، بعد السوبر المحلي، مش غالبا أكيد يعني. هيقعد مع رامي ربيعة وياسر إبراهيم عشان يحسم معاهم تماما ملف التجديد. الاثنين هينتهي عقودهم بالموسم اللي هيبدأ ده، يعني بعد نهاية الموسم اللي هيبدأ ده الاثنين عقدهم هيخلص مع النادي الأهلي، والأهلي عايز يخلص بدري بدري الحكايات ديت عشان ما يجيش لآخر الموسم ويلاقي نفسه داخل في قصص مع الاثنين لعيبة. فرامي ربيعة وياسر إبراهيم قبل بداية الموسم الجديد غالبا هيكون تم تجديد التعاقد معهم. اثنين كبار واثنين قدموا للأهلي الكثير. دي حكاية. حكاية أخرى، كابتن محمد رمضان كمان قرر إنه يعدل عقد مروان عطية. كلام محترم، كلام محترم جدا. مروان عطية الآن واحد من أهم لاعبي الوسط في مصر سواء للنادي الأهلي أو المنتخب. اللاعب رفض عروض كثيرة جدا ومغرية جدا الفترة اللي فاتت. مروان عطية دلوقتي مع النادي الأهلي بياخد 7 مليون جنيه في الموسم. الكابتن محمد رمضان قرر انه يرفعه للفئه الاولى وياخد 11 مليون جنيه في الموسم مع تمديد عقده لحد 2028. مروان عطيه من اهم مكاسب النادي الاهلي في السنوات الاخيره. لاعب رائع جدا جدا يعني. طيب. امبارح قلت لكم على مباراه الاهلي واهلي جده، المباراه الوديه. النادي الاهلي في هذه المباراه هيحصل على 1.5 مليون دولار. هيروح يلعب مباراة ودية في السعودية هياخد فيها بالمصري حوالي 75 مليون جنيه. مباراة اعتزال النجم خالد مسعد. مباراة هتكون إن شاء الله يوم 12 نوفمبر اللي جاي، والأهلي يلعب المباراة دي وياخد 1.5 مليون دولار. 75 مليون جنيه. وهذه هي قيمة النادي الأهلي. وقيمة التسويق في النادي الأهلي، وقيمة تسويق اسمك، وفكرة إنك تحصد بطولات كثيرة، فكرة إنك تكبر اسمك طول الوقت، واسم النادي الأهلي دايماً كبير بس محافظ على إنك تكبره طول الوقت أكبر وأكبر وأكبر، كل ده بيرجع لك بفلوس. دي بس حكاية، إنك تحافظ على الإيمج بتاعتك وصورتك وتفاصيل كتيرة، كل ده بيترجم فلوس. طيب. في حكاية لذيذة جداً حابب أكلمكم فيها النهاردة. لاعبة مصرية محترفة احترفت منذ شهر تقريبا، أيام قليلة جدا أو شهور قليلة جدا، وقدمت أداء محترم في مصر ومسيرة عظيمة جدا لحد ما راحت لنادي ريو أفي البرتغالي. معايا عبر زوم الآن لاعبة منتخب مصر لكرة القدم سيدات أسماء علي. أسماء مشرفة ومنورة، سعيد جدا بتواجدك معايا عبر زوم. أنا سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك أستاذ كريم. أنا كنت النهاردة بقرا شوية حاجات كده عنك، لا حكاية عظيمة جدا من بدايتك لحد وصولك لرايو أبي. قولي لي الحكاية من أولها، بدأت كرة إزاي لحد ما وصلتي للبرتغال؟ والله بص، يعني زي أي بنت لما تيجي تسألها أنت بدأت كرة إزاي أو لعبت إزاي، هتقول لك أول حاجة لعبتها في الشارع عادي مع أصحابي. بعد كده ابتديت اتمرن مع اولاد في نادي في بورسعيد وكده. كنت بتمرن مع فرقه اولاد، كان اعتقد كان مش فاكره اسم النادي قوي، بس هو كان في نادي المريخ عامه. اتمرنت معاهم حوالي 6 شهور علشان كلمت كابتن في القاهره وكده ان انا اروح اختبارات. كان كابتن اسمه كابتن محمد عايد. فضلت اتمرن مع الاولاد دول وكده. كانت كان الموضوع صعب، اللي هو ازاي بنت بتتمرن مع اولاد، فدي حاجه كانت صعبه بالنسبه لي. لحد ما جه في يوم كده عرفت كابتن محمد عايد عن طريق حد اعرفه، قال لي لو انت كويسه وكده ايه رايك تيجي القاهره واوديكي نادي الطيران اختبارات وكده. قلت له ماشي مفيش مشكله. فقررت وقتها ان انا مثلا اروح فعلا القاهره من غير ما اهلي يعرفوا، عشان الموضوع كان لسه برضو اللي هو في 2013 2014 برضو بالنسبه لنا الكوره ما كانتش واخده حقها زي دلوقتي يعني. ف
قررت ان انا مثلا تاني يوم اللي هو خلاص بقى انا خدت شنطتي ورحت فعلا نادي الطيران، ورحت اختبارات اول تمرينه وكده. الكابتن قال لي كويسه وكل حاجه، بس للاسف الموضوع ما مشيش، عشان بس هو المقابل المادي بس اللي هو ما عندهمش بدل انتقال والكلام ده. فقلت له خلاص انا ما عنديش مشكله. فالكابتن محمد عيد وداني نادي وادي دجله، كلم كابتن الشيخ وكده، وبعدها بيومين او ثلاثه فعلا رحت وادي دجله واتمرنت مع الفيرست تيم اول تمرينه، كان كابتن محمد كمان. بعد التمرين ما خلص جابني كده وقال لي تعالي انت جيبي ورقك بكره وتيجي. وفعلا تاني يوم جبت ورقي ومضيت مع النادي ولعبت. واول ماتش لعبته كان ماتش الكاس بين الطيران ووادي دجله، كان نهائي، ولعبت الماتش ده. وبعد الماتش ده رحت المنتخب، فربنا كرمني يعني ورحت المنتخب بعديها وكده. بس عظيم. بالنسبه لي ان انا اخد شنطتي وامشي من بورسعيد على القاهره من غير ما اهلي يعرفوا، دي كانت بالنسبه لي صعبه شويه يعني. بس طبعا دي حاجه انا كنت حابه ان انا اعملها، لان دي حاجه انا بحبها. فكرة ان انت كمان، انا كنت عارف ان انت بتروح التدريب شبه يوميا وبتسافري من بورسعيد للقاهرة طول الوقت، مظبوط؟ انا فضلت 3 شهور لحد ما النادي يوفر سكن وكده. 3 شهور ما كنتش لسه اتأيدت كمان، بس هو انا خلاص يعني جبت ورقي وكل حاجة علشان خلاص هبقى معاهم وكده. وكنت بتابع معاهم بقى بالموبايل، الماتشات كانت بتبقى يوم الجمعة بس، فانا كنت بتمرن حد واثنين وثلاثة واربعة، والخميس كان بالنسبة لهم أجازة قبل الماتش والجمعة الماتش. فأنا كنت بفضل طول الأسبوع رايحة جاية أتمرن كل ده، وبعد كده يعني أرجع تاني من أول الأسبوع أروح برضو الأسبوع كله. فضلت 3 شهور أو أكتر رايحة جاية في نفس الحوار كله لحد ما النادي وفر لنا سكن وكده، وابتديت إن أنا أكون موجودة في القاهرة طيب أسماء، بشكل. أنا عايز أسألك، أنت سافرت البرتغال إزاي؟ بص والله الموضوع يعني موضوع متعب شوية. أنا سافرت البرتغال، هو أنا المفروض جالي السيزون اللي فات إن أنا أمشي واللي قبليه، بس ما كانش فيه نصيب طبعا. أول حاجة سافرت البرتغال، الموضوع مختلف شوية. أنا المفروض إن أنا كنت أكون موجودة هنا من بدري، بس هو حصل ظروف كده عشان ما كانش فيه مواعيد على التأشيرة وكده، ما كانش فيه مواعيد، كان موضوع زحمة جدا ومش لاقي أي ميعاد علشان مثلا أقدم على التأشيرة أو حاجة. بس أنا كنت طالعة بطولة تريد بول، فأنا التأشيرة تريد بول جات لي إن هي ألمانيا، فأنا كنت هقدم على تأشيرة البرتغال، بس لقيت إن الوقت هيتأخر والتسجيل هنا هيقفل بدري. فقلت خلاص سافرت بتأشيرة ألمانيا لألمانيا. رحت قعدت في ألمانيا يوم، وتاني يوم رحت على البرتغال، وتالت يوم نزلت التمرين. ومن ألمانيا ترانزيت في سويسرا، ومن سويسرا للبرتغال، وتاني يوم نزلت التمرين مرنت معاهم تمرين وكده. وناس كانوا بصراحة كويسين جدا معايا، ويعني كانوا منبهرين بقى ان هو يعني حد من مصر وكده بيلعب كورة، فاللي هو كان الدنيا عادي، اللي هو لأن احنا عندنا في مصر برضو ايه، هم شايفين الكورة على المستوى العربي عامة مش اللي هي الجامدة يعني. بس أنا لما نزلت التمرين معاهم كده، لا المدربة كانت حتى في أول تمرين وكده جت قالت لي أنت تحبي تلعبي في أي بوزيشن وكده، ففضلت تتكلم معايا طول الوقت أنت عايز تلعبي فين. فكنت بتكلم معاها إن أنا مثلا في مصر أنا كنت بلعب باك ليفت عشان مفيش باك ليفت، لكن معاها قالت لي شوفي أنت حابة ترتاحي في أي مكان وكده. فاتكلمت معاها قلت لها انا ما عنديش مشكله ان انا العب مثلا في خط الهجوم، قالت لي خلاص ماشي نشوف ده بعد كده في التمرين. بس هايل. انت سمعتي للاسف خبر حزين وصعب جدا اول ما سافرت البرتغال، مظبوط؟ هو بالنسبه لي كان صعب الصراحه. انا اسف يا اسماء اللي انا سالتك، معلش، كان خبر وفاة والدتك، بس انا عرفت ان انت قدرت تتخطي الامر ده وانت موجودة في البرتغال، واكيد هي مبسوطة وفرحانة بيكي دلوقتي يعني. الحمد لله. بص هو كان اول تمرينة دي
كانت ليا. المفروض ان انا كنت قاعده اليوم اللي انا وصلت فيه متاخر، جالي الاداري وكده خدني من المطار ووداني سكن بس مع بنات في الفرقه. بعدين صحيت الصبح رحت التمرين وكده وخلصت. طبعا انا كان لسه اول يوم مش معايا نت غير في السكن بس. بعد كده خلصت تمرين وخلصت كل حاجه ورحت البيت، بفتح واتساب انستجرام عامه، فلقيت ستوري نازله، ما كنتش مصدقة، يعني اللي هو ما كنتش عارفة أعمل إيه. الموضوع كان بالنسبة لي صعب جدا إن أنا لسه واصلة أصلا، اللي هو مثلا إمبارح وحصل ده النهاردة، فكان بالنسبة لي الموضوع صعب جدا. فما كنتش عارفة أفكر إزاي، يعني اللي هو أنا بالنسبة لي إن أنا كان لازم أرجع مصر، يعني ده كل اللي كان في دماغي، إن أنا لأن أنا حصل لي نفس الموقف بس أنا كنت ساعتها في القاهرة في اسكندرية، كانت بطولة شمال إفريقيا مع وادي دجلة، وحصل نفس الموقف برضه وبابايا وكده بس. فبعد كده الوكيل بتاعي كلمني، هو برتغالي، لما عرف إن أحمد حسن كوكا في النادي هنا وكده، اتصل يعني اتصل بيه كده و يعني اتكلم حد من النادي وقال له إن في لعيبة مصرية موجودة وحصل معاها واحد اتنين تلاتة، فاحنا حابينك بس تروح تتكلم معاها وتشوف يعني هي عايزه توصل لايه او عايزه تعمل ايه. وفعلا بعد يعني بعد مكالمه الوكيل ليا بنص ساعه، لقيت فعلا احمد حسن موجود وبيكلمني وجالي البيت وقعد معايا، قال لي بصي انا عارف ان انا جاي لك في ظروف صعبه وانا عارف ان الموضوع صعب عليكي، النادي الناس هنا حابينك جدا وعايزينك تكوني موجودة معاهم، القرار الأول والأخير ليكي، بس هما الناس حابينك تكوني موجودة معاهم، شوفي انت عايزة تعملي ايه، وهما معاكي عايزة تسافري، هيسفروكي، عايزة تفضلي قاعدة، فهم حابين جدا ده. وأنا بتكلم معاكي بصفة شخصية، لو انت تعبتي كتير أكيد عشان توصلي اللي انت وصلتي له، أنا حصل لي نفس الموقف ونفس الظروف وعارف ومقدر اللي انت فيه، بس أنا بقول لك يعني مش هتستفادي حاجة، خليكي وكملي لأن أنا مريت بنفس التجربة ومش عارف أقول لك إيه، بس أنا بقول لك فعلا يعني كملي هنا، أنت مش هتستفادي حاجة لما تنزلي مصر، فالموضوع هيبقى صعب عليكي أكتر كمان هناك. ففعلا لما اتكلم معايا وكده، يعني عايزة أقول لك يعني من خلال حضرتك أنا بشكره بطريقة يعني مش عارفة أشكره إزاي، وقف جنبي في حاجات كتير قوي، يعني ساعدني في حاجات كتير قوي، كان بيحاول يطلعني من اللي انا فيه، حتى يعني خدني ورحنا قعدنا مع المدام وكده في البيت وعزمنا على العشاء. تاني يوم برضو خدني ورحنا اتغدينا في مطعم وكده، حاول يساعدني كتير قوي في كل حاجة وفي موضوع النادي كمان بالذات. أسماء، أنا يعني ربنا يرحم والدك ووالدتك، وإن شاء الله يكونوا في الجنة ويبقوا فرحانين بيكي مع كل خطوة عظيمة بتعمليها. إيه طموحاتك؟ يعني أنت إيه طموحاتك الفترة اللي جاية إن شاء الله؟ أنا بالنسبة لي إن أنا أول سنة ليا مع النادي يعني نكون في مكانة كويسة، يعني أقدر أساعدهم ونوصل لحاجة كويسة مع بعض. بعد كده طموحاتي إن أنا يعني ألعب في أكبر الأندية هنا، وبالنسبة لي ألعب دوري أبطال أوروبا، نفسي مثلا مع المنتخب نوصل أمم أفريقيا، نوصل كأس عالم، دي طموحاتي. بالنسبة لي إن أنا ألعب في الدوري الإنجليزي، الدوري الأسباني، دي طموحاتي. إن شاء بالنسبة الله. لي إن أنا رقم واحد عندي إن أنا ألعب دوري أبطال أوروبا، دي أكيد حاجة أنا بتمناها. هاي. أسماء علي، لاعبة نادي ريو أفي، اللاعبة المصرية الرائعة، أنا بشكرك شكرا جزيلا من كل قلبي، بتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله الفترة اللي جاية، أنت واجهة مشرفة لينا، نفخر بيك إن شاء الله. أكيد ظروف صعبة جدا عدت عليها، يعني في معسكر مع وادي دجلة جالها خبر وفاة والدها، سافرت يا دوبك البرتغالي جالها خبر وفاة والدتها، ورغم كده إصرار وقوة كبيرة جدا على الاستمرار. شكرت أيضا النجم المصري الكبير أحمد حسن كوكا، وقف معاها كثيرا في البرتغال في هذه المحنة وهذه الظروف. كرة القدم للبنت
تحديات أصعب بكثير من تحديات الرجل للأسف، يعني مش المفروض ده يحصل، المفروض تبقى كل الأمور سهلة دايما بالنسبة للبنات زي بالنسبة للرجال، وكنت تبقى الأمور أسهل من كده، بس هي تحملت ظروف صعبة جدا من أول ما كانت بتسافر من بورسعيد للقاهرة لوحدها يوميا عشان تتدرب، سافرت كمان وأهلها ما كانوش موافقين عشان عايزة تحقق حلمها، قدرت تحقق حلمها واشتغلت كويس لحد ما بقت موجودة في أوروبا محترفة مصرية رائعة، وإن شاء الله ربنا يكتب لها أمنيتها واللعب في دوري أبطال أوروبا بإذن الله. دي حكاية. حكاية أخرى، زيزو، مش زيزو، والد زيزو تواصل مع الأستاذ ممدوح عباس عشان يقول له إنه زعلان شوية من مجلس إدارة نادي الزمالك. تعرفين أستاذ ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك يعني متداخل في كثير من الأمور خاصة في أمور التجديد والأمور التعاقدات دي بشكل أو بآخر، فهو كلمه وقال إنه هو زعلان شوية من مجلس إدارة نادي الزمالك عشان كل ما بيتحدد معاد عشان نقعد جلسة للتجديد بيتم تأجيل هذه الجلسة مرة بعد السوبر الأفريقي، ومرة كمان تأجلت الجلسة مرة أخرى بسبب السوبر المصري، وده زعل شوية والد زيزو اللي بيدير هذه المفاوضات مع نادي الزمالك. المعلومة المهمة بجانب الجزئية دي يعني إن زيزو، ركز معايا في المعلومة دي عشان مهمة قوي، زيزو وافق على تخفيض مطالبه المادية مع نادي الزمالك. الكلام الأول كان 80 مليون جنيه في الموسم. زيزو الآن موافق على فكرة 60 مليون جنيه في الموسم، وممكن يقله، وممكن يقله لحد 40. ده الكلام المتداول دلوقتي في المفاوضات أو في الأفكار، أفكار زيزو وأفكار والد زيزو الذي يدير هذه المفاوضات مع نادي الزمالك. وأنا بقول لك أهو، قلت لك قبل كده زيزو هيكمل في نادي الزمالك مهما حصلت الظروف ومهما حصلت عراقيل، الاتنين عايزين بعض. زيزو عايز الزمالك حتى لو خسر كثير من الأموال الخارجية، والزمالك حتى لو دفع كتير شوية فعارف إن زيزو يستحق، فالأمور قريبة فيهاش مشاكل كتيرة يعني. دي حكاية. حكاية أخرى أيضا تخص نادي الزمالك، دونجا هيبقى جاهز بشكل طبيعي لمواجهة بيراميدز الأولى في السوبر المصري. تعرفين دونجا كان خرج من معسكر منتخب مصر بسبب إصابة عضلية، هو هيعمل برنامج تأهيلي هيخلص بعد 3 أيام وهيسافر مع الفريق بشكل طبيعي للإمارات، وهيكون جاهز تماما للمشاركة في أولى المباريات. ده فيما يخص دونجا. فيما يخص جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، فجوزيه جوميز رفض مشاركة سيف جعفر ومهاب ياسر في تدريبات الفريق الجماعية. هو خلاص أبلغ نادي الزمالك أنه هو قرر رحيلهما عن الفريق في الانتقالات الحالية. سيف جعفر اللي اتدرب النهاردة بشكل منفرد هو مهاب ياسر قابل هذا الأمر بزعل وغضب، وحول الأمر لإدارة نادي الزمالك اللي طلبهم ببيعه نهائيا الفترة اللي جاية. كلام كان عن عارة سيف جعفر، لا، سيف دلوقتي عايز يتباع بشكل نهائي من نادي الزمالك بعد الموقف الأخير من جوزيه جوميز. طيب دي حكاية. حكاية أخرى، نصير مزراوي النجم الكبير للمنتخب المغربي ظهير أيمن فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي السابق لبايرن ميونخ، فجأة وبدون أي مقدمات طلب التبديل في الشوط الثاني من مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا في الدوري. قلنا إنه تغيير عادية، اللاعب ما انضمش بعد كده لمعسكر منتخب المغرب، وطلع خبر إنه اللاعب خضع لعملية جراحية في القلب بشكل مفاجئ. تخضينا خضة كبيرة، انتوا عارفين طبعا الحاجات دي في الملعب بتبقى خطر جدا. الفحوصات أثبتت إيه؟ كل المصادر في مانشستر يونايتد بتقول إنه اللاعب بيعاني من اضطراب في ضربات القلب. في ضربات القلب. لما المنتخب المغربي استفسر عن السبب فقال
ان التقارير الطبيه اللي بعتها مانشستر يونايتد بيقول ان الاضطراب ده ناتج عن معدلات جري زياده عند نصير مزراوي. يعني ايه؟ يعني هي غير طبيعيه، يعني فوق الطبيعيه، وبالتالي والي المباريات والمجهود الكبير اللي بيعمله مزراوي ده تسبب في مشاكل في ضربات القلب. الفريق الطبي في مانشستر يونايتد قال ان ده وارد انه يحصل مع لاعب الكره بالذات، وان الموضوع مش خطير ولكن لازم معاه تدخل جراحي، وده اللي هيحصل مع مزراوي. وليد الركراكي امبارح قال ان مزراوي شهرين وهيبقى موجود في الملعب مره اخرى. الف مليون سلامه على نجم عربي كبير هو نصير مزراوي، واحد من الاسماء الكبيره المنتخب المغربي، شارك معهم في الوصول لرابع كاس العالم، عنصر مهم مع كل الفرق اللي اشتغل معاها، ومانشستر يونايتد كان يقول عليه انه يحسن كثيرا من الجبهه اليمنى للفريق. يعود قريبا بسلامه الله النجم الكبير نصير مزراوي. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل. واحد من الناس المحترمه جدا في الوسط الرياضي هو الاستاذ رحاب ابو رجيله، هيكون ضيفي بعد الفاصل. كان عضوا لمجلس اداره نادي الزمالك، ودائما وابدا له بصمه في كل موقف وفي كل موضع وضع فيه مع نادي الزمالك. خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. دائما وابدا يلقى احترام الجميع، سيره طيبه بين الجميع دائما في نادي الزمالك وايضا خارج نادي الزمالك. يشرفني وينورني في هذه الفقره المحترم الاستاذ رحاب ابو رجيله، عضو مجلس اداره نادي الزمالك السابق. يا فندم مشرف منور، سعيد جدا بتواجدك معايا. انا سعيد جدا ان انا متواجد معاكم النهارده في القناه الام والتلفزيون المصري الجميل. ده شرف لينا كبير. الله يخليك. وبعتذر لك مبدئيا ان احنا سهرناك. معلش. الراجل حب ينام بدري واحنا سهرناه النهارده، بس بنتشرف بيك يا فندم. الله يخليك. بالتاكيد البدايه تخص نادي الزمالك والنهايه ايضا تخص نادي الزمالك. حاله نادي الزمالك دلوقتي انت مبسوط بيها وانت في الخارج؟ مبسوط اداريا فنيا، بطوله مؤخرا سوبر افريقي كزملكاوي؟ وطبعا البطوله الاخرانيه ديت الحمد لله يعني ادت شويه فرح لجمهور نادي الزمالك، واكيد بسطتنا كلنا، واكيد ساعدت كمان الاداره اللي موجوده حاليا على انها تبدا تنظم نفسها اكتر، ويبقى عندها يعني وقت ان هي ترتب نفسها. انت عارف لما تبقى الامور مضغوطه شويه صح. بتبقى الناس شغاله تحت ضغط، ما بتبقاش احسن حاجه يعني. صحيح. وهم يعني استلموا المهمه، كانت طبعا ظروف صعبه عليهم، واكيد يعني حاولوا الفتره اللي فاتت، يمكن النتائج ما ساعدتهمش قوي، لكن في النهايه برضه الحمد لله بطولتين قارتين في موسم واحد، اعتقد ان هي يعني عملت اطفت جو كويس على الشغل اللي هم عملوه. اتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله الاستمراريه ليهم وتبقى حاجه كويسه يعني. عايز اسالك سؤال تاريخي في نادي الزمالك. ليه دايما لما بيجي مجلس اداره جديد بيبقى بيستلم تركه صعبه؟ يعني انا فاكر حتى المجلس بتاعكم لما جه كنت برضو اشتغلته في ظروف ماديه صعبه جدا وحاولت تحسنه من الامور الماديه، نفس الامر دلوقتي المجلس ده بيحاول يعمله. ليه دايما اللي بيستلم من اللي قبله بيستلم ظروف صعبه؟ لان هو نادي الزمالك بقى له 20 سنه بيمر بظروف غير طبيعيه، ما اظنش ان هي بتمر على اي نادي مش في مصر بس في العالم كله يعني. انت لو شفت كميه مجالس الادارات اللي جت نادي الزمالك سواء كانت منتخبه او معينه، وكميه الـ 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 المشاكل اللي حصلت في الفترات اللي موجود فيها مجلس الاداره، فاي طبيعي ان ما فيش اي استقرار موجود، فطبيعي ان ده تبقى نتيجه ان المجالس بتمشي ويجي لجنه واللجنه دي تقعد 3 اشهر وتمشي، والمجلس ده يرفع قضيه ويرجع تاني وبعدين تيجي لجنه تقعد سنه وتمشي، وبعد كده يجي مجلس يقعد مش عارف قد ايه يعني الوضع الغير المستقر ده نتاج طبيعي ليه يعني. ليه دايما بيتقال انه اللي موجود في الزمالك بيشتغل بيحب الزمالك، اللي بره الزمالك ما بيشتغلش ما بيحبش الزمالك او ما بيعملش لصالح الزمالك؟ لا، اولاد نادي الزمالك كويسين، موجودين حوالين نادي الزمالك في كل وقت. يمكن الظروف ما بتسمحش لان الناس اللي بره نادي الزمالك بتخدم يعني، لكن ما اعتقدش ان ممكن اي حد من اولاد نادي الزمالك الحقيقيين وخلينا نحط تحت كلمه حقيقيين ديت، حسيت وحضرتك بتقولها يعني 10 خطوط
انه ممكن يتاخر عن خدمه نادي الزمالك في اي وقت. يعني يلحق يقين 10 خطوط. يعني نادي الناس اللي بتنتمي لنادي الزمالك، الناس اللي هي خدق يعني حسب بقيمه نادي الزمالك، اللي نادي الزمالك ليه فضل عليها وعلى اسرتها، الناس اللي اتربت جوه كيان نادي الزمالك، طبيعي ان هي في اي وقت لما بيطلب منها ان هي تخدم نادي الزمالك ما بتتاخرش. اكيد يعني. لكن في ناس مش بيبقوا زملكاوي، بيبقوا اسم بس، يعني يقول لك انا زملكاوي بس ما بينفذش. بص حضرتك، العمل العام في كل مكان خلى في النهايه ان في ناس كتيره بتبقى حابه الشو، حابه المنظره، حابه، لكن في النهايه مش كل الناس اللي بتشتغل في العمل العام، مش بس في نادي الزمالك، بتبقى منتميه للمكان يعني. وحتى الانتماء ساعات بيبقى يعني متفاوت. في يعني الناس اللي بتعشق جدا النادي في ناس بقى اللي بتصحى وتنام زينا كده ومودها بيبقى مختلف بمود البطوله والمكسب والفوز، وعايش حياته 24 ساعه، لانك انت لما بتخرج في الشارع ما بتخرجش كفرد عادي، يعني انت بتمشي النهارده بتروح شغلك، وانت في شغلك بتقابل الناس، فبتقابل الناس بتلاقيها بتكلمك عن طبعًا الزمالك وعن اخفاقاته وبتحملك المسؤوليه، انتوا فين ومش انتوا فين، وانتوا ولاد النادي، وانتوا ليه سايبين النادي، وليه النادي بيحصل فيه كده. فلما بتبقى حياتك كلها كده فبتبقى مختلف بقى عن حد تاني بيبقى مجرد ان هو يعني عمل او منتمي، مجرد ان هو بيبقى موجود الاربع سنين اللي موجود فيهم شو او تلميع او لاهداف اخرى. لكن في النهايه ولاد النادي اللي هم المنتمين لنادي الزمالك بيبقوا صحيين عايشين نايمين بهموم نادي الزمالك. مجلس اداره الحالي استلم مهمه صعبه جدا، تتفق او ام تختلف؟ اكيد صعبه جدا. اكيد الفترة اللي فاتت دي شايف انه العمل في كل الملفات دي كان عمل ناجح من مجلس الإدارة، كثير من الملفات الصعبة؟ لا، ما طبعا يعني في نسبة نجاح اتحققت اكيد، ما اقدرش اقول عليها ان هي يكفي ان هم قدروا ان هم يفكوا القيد مرتين. يعني بالنسبة للاستحقاقات المالية للعيبة وعلى مستوى الإداري في النادي ماشية بشكل ما بشكل مرضي. يمكن هم في بداية الانتخابات علوا سقف الطموح شوية بتاع الجمهور، ودي كانت يمكن ما كانتش يعني مناسبة قوي قوي، لأن هم يعني وعدوا وعود كتيرة قوي قوي في البدايات، ودي كانت الناس كلها يعني لما سمعت الوعود دهيت حست إن هي لا الأمور هتبقى سهلة يعني. وطبعا اي حد عايش جوه نادي الزمالك وعارف جوه نادي الزمالك كان متاكد ان العود دي كانت هتبقى صعبه جدا جدا تحقيقها يعني. وكان لازم الكلام ده يكون فيه جزء من المصارحه شويه في البدايه، لان الناس تتمهد ان احنا هنقعد لنا سنتين ثلاثه على الاقل يبقى الامور فيها انتقاليه ونبقى بنشتغل بيها بشكل متوالي، بحيث ان احنا نوصل في اخر الاربع سنين لنتيجه تكون مرضيه يعني، عشان حتى المجلس يشتغل في هدوء اكتر. في هدوء هم عملوا على نفسهم ضغط جامد جدا في بالوعود اللي عملوها في البدايه. لكن كبدايات وظروف يعني اتحطت، اعتقد ان هم بيحققوا نسبه نجاحات جيده. لكن في تصوري ان يعني لازم ان هم يبداوا يشتغلوا على حاجات تانيه كتير الفترات اللي جايه تبقى تخص مستقبل نادي الزمالك. زي ايه يا فندم؟ لا يعني احنا النهارده شغالين اليوم بيوم. ودي مشكله كبيره جدا جدا موجوده في نادي الزمالك. طبعا هم الظروف اللي اتحطوا فيها هي بتحتم عليهم ان هم يشتغلوا يوم بيوم. لكن الاستغراق بقى في الفتره دي في انك انت طول الوقت تبقى بتفكر وتشتغل في انك انت بس تشتغل النهارده للنهارده بس، مشكلة. لازم وانت شغال برضو لازم يبقى قدامك بقى نظرة الرؤية المستقبلية لنادي الزمالك، ودي المهمة الرئيسية لأي مجلس إدارة بيجي، لأن هي المشكلة اللي احنا زي ما حضرتك بتحكي فيها كده، إن جميع يعني الفترات السابقة والمشاكل وكل واحد بيجي يشتغل بيشتغل للفترة اللي هو موجود فيها. صح. ما بيبقاش شغال للمستقبل يعني. الناس اللي موجودة على المستوى الـ يعني الـ الخبراتي وعلى المستوى يعني كشخصيات عامة خارج المجلس كلهم شخصيات محترمة وكلهم ناس محترمة وبيديروا شغل خاص، يقدروا ان هم يعني متطلباتنا بقى منهم الفترة الجاية ان احنا نبدأ نبص بقى النظرات مستقبلية يعني. عارف حضرتك فتحت نقطة مهمة جدا، كنت دايما بتكلم في الجزئية دي من ساعة مواعيد على الكورة
اسمع دايما ان مداخيل نادي الزمالك سور نادي الزمالك والمحلات اللي على سور نادي الزمالك، وكثير من الادارات ان لم يكن كل الادارات اللي عدت على نادي الزمالك فقط سور نادي الزمالك، سور نادي الزمالك وشويه الاشتراكات بتاعه الاعضاء. بخلاف ذلك مفيش افكار مبتكره لجلب مداخيل اخرى جديده لنادي الزمالك. ما هو بص حضرتك، هو اصلا الرياضه في مصر عندنا يعني فيها مشاكل كتيره بخصوص موضوع الاستثمار، وده مش موجود بس في نادي الزمالك، ده موجود في اغلب الانديه. يعني اولا طبعا الرعايه والرعايه والبث والكلام ده هو طبعا يعني مش افضل حاجه ومش احسن حاجه. ويعني انا من الناس اللي بتابع الميزانيات يعني بتاعه الانديه، ويمكن لغايه وقت قريب جدا كنت بتابع الميزانيات حتى بتاعه النادي الاهلي، كيعتبر كاكبر مبلغ رعايه بيخش النادي الاهلي. اعتقد برضو ان الكره ما بتكسبش عنده، يعني الكره برضو مع كل المداخيل اللي بتخش له دي برضو ما بيكسبش عنده، برضو بيحقق فيها خسائر. يعني الاهلي بيخسر في الميزانيات بتاعته. انا فاكر اخر ميزانيه انا اطلعت عليها يمكن من سنه او من سنتين، انا مش متذكر قوي يعني، بس كان هو قايل في الميزانيه بتاعته انه في الرياضه في الكوره خسران، وان هو كان عنده، انا فاكر كان عنده خساره حوالي 300 مليون جنيه، رقم ضخم. وان هو كان في 150 مليون جنيه فيهم على ما اتذكر، يعني انه كان معوضهم من الدخل بتاع الايرادات بتاعه العضويات والحاجات دهيت، وعنده عجز لسه 150 مليون جنيه. فهي الكرة في مصر ما بتكسبش لأسباب كتيرة جدا جدا. أولا طبعا الجمهور، التسويق، يعني الجمهور والمدرجات والملاعب ده دخل لا يستهان به، خلي بالك يعني رقم كبير جدا جدا، أنت يعني يعني رقم كبير ممكن تحققه من الكلام ده. طبعا أرقام البث برضو، الرعايات، الكلام ده كله. في كمان يعني حاجات تانية كتيرة ممكن تساعدك بقى في الكورة، لو انت يعني هتعمل منظومة كاملة يعني، فده مش موجود في مصر للأسف الشديد. بس في المقابل يا فندم اتفضل، انا عفوا اتفضل كمل. ففي طبعا عجز في القصة ديت كاستثمار في الرياضة في مصر ك ك ك ك كصفة عامة يعني. لكن يعني احنا عندنا بعض الامور اللي ممكن نبدأ نستثمرها، واولها طبعا هو النادي بتاعنا ب 6 اكتوبر. وده موضوع كان مهم جدا جدا جدا، ويمكن كنت ايام ما انا كنت موجود كنت اشتغلت فيه فتره كبيره جدا. للاسف الظروف بتاعه 2016 والتعويم اللي حصل في 2016 اخرنا شويه في ان احنا نبتدي في الموضوع ده، لكن انا كنت يعني خلاص فين او ادنى ان احنا نبتدي فيه يعني. واللي انا سامعه ان المهندس هشام نصر شغال فيه بجهد كويس جدا، واعتقد انه يعني في خلال فتره بسيطه يعني هيبداوا يعلنوا فيه في النادي، واعتقد ان ده هيبقى مخرج كويس لينا كنادي الزمالك، لان هو ده دلوقتي اعتقد هو المخرج الاساسي، وانا زي شايفه الوحيد عشان نقدر ان احنا نعدي الازمه الماليه اللي احنا موجودين فيها. هايل. في كل الازمات الماليه دي وزي ما حضرتك قلت كده انه ما فيش مداخيل كتيره، ومعظم الانديه بتخسر، ان لم يكن كل الانديه بتخسر من كره القدم يعني. بس تلاقي الأندية دي بتروح تدفع مبالغ طائلة جدا في اللاعبين وتحديدا في الأجانب، وتلاقي فلوس كتيرة حرفيا يعني بتترمي في الأرض في وقت أنت بتخسر فيه، أنت بتروح تشتري اللاعبين بأسعار باهظة الثمن بشكل مبالغ فيه جدا. ما ببقاش فاهم النادي اللي بيخسر ويروح يشتري لعيبة غالية جدا وفي نفس الوقت ما يقدرش يديها مستحقاتها، الفكرة دي بتيجي إزاي يا فندم؟ ما الفكرة دي كلها يعني هي منظومة كلها مربوطة ببعض. أنت النهاردة نادي جماهيري وعندك لازم متطلبات انك انت تكسب، ولو ما كسبتش الجمهور هيبتدي يحاسبك، ولازم تكسب فلازم تجيب لعيبه. والمشكله عندنا في مصر كمان ان احنا سقف اللعيبه عندنا بقى عالي جدا جدا. اعتقد ان هو بقى اعلى كمان من دوريات في اوروبا، يمكن انت تكون مطلع عنه طبعا. القصه دي طبعا احنا بندفع يعني اكتر من فرنسا وايطاليا عادي جدا يعني في لعيبه عندنا بتاخد اكتر من الدوري الفرنسي والدوري الايطالي. فطبعا دي مشكله جامده جدا انك انت عليت سقف اللعيبه جدا في مصر، ودي من اهم المشاكل الموجوده. يعني هخش في نقطه كده موجوده، ان في انت دخلت الاستثمار في الرياضه في الانديه ما عملتلكش اي حاجه غير ان هي زودت عليك الارقام اللعيبه وبس. يعني الانديه مع كل احترامي للأندية اللي دخلت استثمارية في مصر في الدوري المصري، ما فادتش الرياضة في المصرية في أي حاجة غير إن هي علت سقف اللعيبة ومرتباتهم جوه مصر. أنت النهاردة
عشان انا اجيب نادي استثماري ويبقى النهارده انا مش مستفيد بيه لا انشائيا لا عنده استاد وبيلعب في مصر وما بيلعب في القاهره يعني ولا بيلعب في مثلا في مدينه مثلا عشان يبقى عنده جمهور ولا بيعمل لي استاد وكتير منهم ما عندهمش قطاعات ناشئين قويه فيدي يدخل المنتخبات فبالتالي انا فبالتالي ده عمل يعني زي ما بيقولوا ايه تضخم في ارقام الاسعار واسعار اللعيبه وبالتالي اسعار اللعيبه بقت عاليه جدا عليك وانت عشان تنافس القصه ديت بقت المظلوم في القصه دي الانديه الجماهيريه اللي هي المفروض بقى تنافس الانديه اللي هي الخاصه دي خلاص صحيح وتدفع مبالغ كبيره جدا لان الناس ديت مموله تمويل خاص ما هوش يعني حتى اقل حاجه اللي هو النظام اللي احنا بنقول نسمع عليه بره اللي هو نظام اللعب المالي النظيف اللعب النظيف انك انت يبقى عندك ايراد والخسائر بتاعتك تبقى بتحقق حتى لو عندك خسائر تبقى بنسبه من الايراد وما تزيدش الافكار اللي احنا بنشوفها النهارده اللي خلت برشلونه يستغني عن ميسي عشان ما عندهمش القدره وان هو يقدر يبيع المستقبل ومش عارف بريز في ريال مدريد يقدر يعمل استاد يعني ما هي ديت الافكار اللي هتخليك في النهايه فانت ما عندكش اي حاجه بتحكمك جوه الرياضه المصريه تخليك انك انت النهارده تكسب في الاستثمار فالمظلوم في كل ده هي الانديه الجماهيريه مطالب انه يكسب مطالب انه هو يبقى دايما بينافس جماهيره مش هتسيبه فمجالس الادارات ما قدامهاش حلول غير ان هي تدفع وان هي تجيب لعيبه باسعار غاليه وتخش جوه السوق طيب واحيانا ضغط الجماهير يعني انا اسالك على قضيه تحديدا وانت تراقبها من الخارج حكايه زيزو والتجديد لزيزو وبيع زيزو لا زيزو يكمل طب نجدد بكام طب الارقام اللي طالبها زيزو ارقام كبيره جدا اداره ملف زيزو وده ملف جماهيري مهم جدا كل جمهور الزمالك حضرتك واحد دلوقتي بتراقب هذا الامر بشكل اداري وعلى مستوى كمان التشجيع لنادي الزمالك باهتمام شديد جدا التعامل معاه كان المفروض يبقى ازاي وهل التعامل معاه حتى هذه اللحظه هو تعامل صحيح ام لا؟ على كل الاحوال انت لو قدرت انك انت تحافظ على زيزو جوه نادي الزمالك فده اكيد مكسب. يعني انا ده رايي الشخصي. بس هو المشكله في ايه؟ المشكله في انك انت كفريق كبير زي نادي الزمالك لازم يبقى عندك ما ينفعش تبقى معتمد على نجم واحد بس. لازم يبقى عندك خمس ست نجوم بحيث انك انت في اي وقت لو قدرت انك انت تستفيد ماديا من واحد بحيث انك انت تقدر تمشي العجله يبقى اوكي لكن ما ينفعش انك انت يبقى عندك نجم واحد بس هو اللي شايل لك الفرقه وتفكر في انك انت تبيعه او انك انت تستفيد من وراه دي المشكله دي المعادله مش في انك انت تحتفظ بزيزو او انك انت تمشيه لا المشكله في ان زيزو هو الوحيد جوه الوحيد للفرقه اللي شايل يعتبر هو اللي شايل الفرقه فبقى اختيار استراتيجي عندك ما تقدرش تفرط فيه انك انت لو فرطت فيه النهارده صعب جدا تجيب بديل ليه فمهما المبلغ اللي اتعرض فيه بالنسبه لك مشكله لكن انت النهارده لو انت عندك فرقه سكاوت وعندك عمق في السكاوت وعندك 4 5 6 لعيبه تقدر تعتمد عليهم خلاص ممكن تضحي بواحد فيهم مقابل انك انت تحافظ على 3 4 ممكن كذا تستثمر في اللعيبه زينا زي ما بنشوف كل حته في العالم لكن هي دي المشكله الأرقام الكبيرة اللي كانت معروضة على الزمالك في زيزو ما كانتش ممكن يشتري بيها لعيبة أفضل أو مش أفضل لعيبة بكواليتي جيد أيضا أجانب وفي نفس الوقت يحل كثير من المشاكل المالية بتاعته هل بقاء زيزو فقط عشان إدارة نادي الزمالك يعني تستطيع إرضاء جمهور نادي الزمالك بنجم كبير زي زيزو؟ بص يعني رياضيا ما تقدرش تعتمد على انك انت تبيع نجمك الاوحد وانك انت تقول هشتري لعيبه بتبقى بكواليتي على الاقل يقترب بكواليتي قريب انك انت قصه كواليتي يقترب دي مشكله صعبه جدا انت ممكن تجيب لعيب يكون كويس جدا بره وبيلعب كويس جدا وبعدين يجي عندك في فرقتك ما يبقاش موفق وشفنا الكلام ده في فرق عالميه ولعيبه عالميه كبيره جدا كمان. وفي مصر صح. انت بتجيب اسامي كبيره جدا وبتيجي عندك وما بتبقاش موفقه هنرجع تاني لنفس الفكره انك انت عشان عندك نجم وحيد اوحد هو اللي شايل الفرقه كلها فمش قادر تاخد المخاطره فانت مش قادر تاخد ريسك فالضغط الجماهيري عليك كبير جدا لكن لو انت عندك بقى السكاوت مثلا بتاع الفرقه بتاع الكاس نهائي كاس افريقيا اللي هو بن شرقي وساسي وطارق حامد وشيكابالا في عزه
ومصطفى محمد والفرقه مكتمله طبعا. فانت خلاص اوكي ممكن واحد والباقي هيشيل، لكن صح. لما دلوقتي صعب. دلوقتي صعب البيع. الصفقات اللي عملها نادي الزمالك في الفتره الاخيره دي مرضيه بالنسبه لك؟ لا ما اقدرش احكم عليها يعني. هم احنا ما شفناش حد غير بنتايك واعتقد انه كان اداؤه جيد جدا في السوبر لكن شلاك لعب جزء من المباراه يعني. ما لا ما تقدرش تحكم عليه لا هو ولا عمر ما تقدرش تحكم عليهم يعني. لسه شويه طبعا لكن يعني اعتقد ان احنا محتاجين لسه يعني. محتاجين ايه بقى يا فندم؟ محتاجين مراكز ايه؟ محتاجين اكيد ديفندر ده اكيد، ومحتاجين برضو في الدفاع مساك او يعني لازم. وانا رايي ان احنا يعني الناس بتقول محتاجين حد في الناحيه الشمال، اعتقد ان حتى الشمال دلوقتي يعني مع مشلاك مع بنتايك موجود ومحمد حمدي موجود. محمد حمدي وممكن كمان في وجود بنتايك ممكن على ما اعتقد يعني فتوح ممكن يعمل دور هجومي يبقى شكله كويس جدا في الحته دي. يلعب في الجناح يعني. يعني انا اعتقد ممكن يعملها بشكل كويس. فكرة عظيمة. اعتقد احنا محتاجين فرويد يعني الخط اللي هو بيسموه بقى اللي هو العمود الفقري ده اللي هو بتاع الفرقه ده، اعتقد ده احنا محتاجين حد. الثلاثه دول محتاجينهم كويس قوي. فرويد يكون حد يكون هداف يقدر يصنع ويعني من اقل فرص يقدر يجيب جون. لفرقه كبيره زي نادي الزمالك لازم يكون عندها حد بيخلص باقل الفرص الممكنه. سيف الجزيري مش مشبع عليك؟ مش مرضي بنسبه 100%؟ لا سيف لعيب كبير ولعيب دولي ولعيب كويس وكل حاجه، لكن هو معدله التهديفي من الفرص اللي بتجيله يعني ما اعتقدش ان هي نسبه تنفع لنادي الزمالك، او حتى على الاقل في بديل ليه يبقى منافسه ليه معاه مع بعض هما الاثنين. محتاج سته ضروري، محتاج حد برضه في الديفندر في الديفنس ورا يعني الخط ده لازم يكون فيه الثلاثه دول موجودين. الزمالك السوبر المصري ما بعد الفوز بالسوبر الافريقي توقعاتك ليه؟ والله ما فيش توقعات في المباريات بتاعتنا. ما اقصدش النتائج، اقصد انه عاده في جمله شهيره كده يقول لك الزمالك لما يكسب بطوله ممكن يريح البطوله اللي بعدها. صحيح. هل تتوقع انه الزمالك يستمر بنفس النسق ولا ممكن يريح في السوبر المصري؟ لا ما اعتقدش، اعتقد ان اللي حصل في السوبر الافريقي ده من لمه اللعيبه اللي موجوده والشحن اللي حصل لهم والاصرار في الملعب على ان هم يكسبوا، اعتقد ده الحاجات دي لما بتحصل جوه الفرقه بيحصل زي يعني ايه بيدوق طعم الفوز، بيدوق طعم المكسب، بيدوق الكلام ده. وتخلي بالك الكلام ده هو يعني ده كلام حقيقي، انك انت لما بتكسب وبتدوق طعم الفوز وبتدوق طعم البطوله وبتشيل الكاس بيحصل عندك رغبه تانية ان يحصل ده مره واثنين وثلاثه، عايز ادوق الطعم ده تاني. بيحصل كده. اعتقد ان المنظر اللي شفناه في السوبر ده اعتقد ان احنا يعني ان شاء الله باذن الله قادرين على ان احنا نكمل بالشكل ده باذن الله. كتير من انديه العالم مش بس في مصر بتستخدم شعارات الانديه دي لاسباب تسويقيه والشغل اللي له علاقه بالماركتنج. وكان معايا استاذ احمد سالم امبارح المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك وقلت له على فكره الشعار. الشعار طبعا انت بتسمت على طول فكره انه الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر. هل انت مع الشعار ده؟ هل انت مع فكره اصلا يبقى في شعار بس يبقى بشكل اخر؟ رايك في الحكايه دي ايه؟ حتى بشكل علمي واداري يعني. هو في راي بس مش عارف بقى يعني انتوا يعني ما يعني مش عارف هينفع يتقال ولا ايه، بس انا هقوله وخلاص يعني. توكل على الله. واحنا واثقين فيك اصلا في الادب والاحتراف فمش هنقلق. لا هو في مشكله هو هو الفتره اللي فاتت حصل يعني نتيجه ان حصل ان في نادي الاهلي بدا ان هو يستحوذ على عدد بطولات كتيرة وبدأ يبقى فيه ما بقاش فيه منافس ليه، فبدأ فيه زي يعني كده مش عارف أسميها إيه الحالة دي، إن هو رغبة في إن هو ما فيش حاجة اسمها منافس وما فيش حاجة اسمها إن أنا أتغلب. وحتى يعني بيتقال دايما على الكلام وكده والبتاع يقول لك لا أصل إحنا ما فيش في قاموسنا الهزيمة، ما فيش في قاموسنا ان احنا نتغلب، ما فيش في قاموسنا ان احنا. الكلام ده مش موجود في الرياضه ومش موجود في الكوره. الكوره والرياضه معناها انك انت تكسب وانك انت طبعا تتغلب وانك انت قبل كل دوله تقبل الاخر. صحيح. الشعار عادي جدا طبيعي جدا. انا اقول على نفسي اعظم قلعه رياضيه او اكبر قلعه رياضيه في مصر، فده شعار يخص نادي الزمالك ويخص جماهيره ما يخصش اي حد تاني. النادي الاهلي بيقول على نفسه اعظم نادي في الكون،
غيره بيقول انا سيد البلد، انا لا اكبر من مجرد نادي او ليس مجرد نادي برشلونه، وحد تاني بيقول على نفسه الزعيم، صحيح. حد تالت بيقول على نفسه العالمي، وحد كل واحد بيشجع فرقته بالشكل اللي هو شايف ان هي حاجه طبيعيه. رد الفعل المبالغ من الاطراف اللي ما تخصش نادي الزمالك على الكلام دهوت، انا بالنسبه لي شايفه حاجه مستفزه جدا. يعني انا اسف ان انا بقول الكلام ده يعني، بس يعني لما نوصل ان عضو مجلس اداره في نادي منافس يبدا يعلق على كلام زي ده، ويبقى الموضوع بالنسبه له يعني موضوع يترد عليه، حاجه غريبه جدا. انا مش شايف ليه كده يعني، مش عارف ليه احنا كمان ما بقيناش متقبلين فكره ان احنا في منافسه في مصر، ولازم يبقى في منافسه. ما هو مفيش هيبقى فيش كوره في مصر، ومش هيبقى في رياضه في مصر بدون ما يبقى في منافسه. ومنافسه يعني فرقتين او ثلاثه او اربعه يكون اقوياء. هقول لحضرتك حاجه بصراحه، انت قوي وانا قوي، انت بتنافس وانا بنافس، طبعا. ففي النهايه كلنا عايزين نكسب، بس لازم لما نتغلب لازم نبقى متقبلين الهزيمه، ولازم في نفس الوقت برضو انا اقدرك وانت تقدرني وتبقى الامور طبيعيه. صحيح. هقول لحضرتك بصراحه، أنا كنت مع رأي حضرتك ده، وما زلت عند الرأي إنه كل يوم بقوله إن كل نادي لا حرية تامة في اختيار ما يشاء، حتى لو قال أنا أعظم نادي في كوكب الأرض والكواكب المجاورة كمان، من حقك اعمل اللي أنت عايزه. لقيت في التعليقات حتى بعد ما اتكلمت في القصة دي، قال لك إحنا مش متضايقين إنه الزمالك يقول إنه أكبر قلعة رياضية في مصر، إحنا متضايقين إنه كان المحترم أيضا كابتن حسين لبيب لما قال الجملة دي قال واللي مش عاجبه ما يبقاش فاهم او مش عارف في الكوره او مش عارف في الرياضه. هي دي بس اللي كانت تحفظ، فكره انك تبقى حر في اللقب او الشعار اللي انت عايزه، بس دون ان تاتي او تيجي على المنافس بتاعك. انا ممكن اكون يعني مختلف مع الكلمه اللي قالها الكابتن حسين في الموضوع في الاخيره دي، يعني ان هو اللي مش عاجبه مش عارف يعمل ايه، بس انا ما شفتش حد بيعلق على الكلمه دي خالص. يعني انا شايف كل الناس بتعلق على السلوجن بتاع ان هو اعظم نادي، اكبر قلعه رياضيه، اكبر قلعه رياضيه في مصر. يعني مش يعني شايف انه موضوع اوفر قوي، والناس مقفوره قوي زياده عن اللزوم. وده جاي من فكره ان الناس مش متقبله اصلا ان حد يبقى فيه منافس ليهم. مش متقبله اصلا ان يبقى فيه منافسه، مش متقبله اصلا ان حد يكسب وان حد يخسر، وان ده مش في الكوره ودي مش في الرياضه. الرياضه النهارده وفي كل ومن يوم ما وعينا على الدنيا لغايه دلوقتي هي منافسه. والمنافسه دي النهارده انت داخل فيها ممكن تكسب وممكن تتغلب، ويقول لك لازم تبقى راجل روحك رياضيه ولازم تتقبل الهزيمه. والروح دي بتبان لما تبقى مغلوب مش لما تبقى كسبان. يعني انت المفروض لما تبقى مغلوب المفروض هي دي الروح بقى الرياضيه بتاعتك تبان امتى؟ تروح تسلم بقى على الراجل وتقول له الف مبروك، وتسلم على المدرب وتقول له، وتسلم على اللعيبه الثانيه تقول لها. هي دي الروح الرياضيه اللي المفروض تبقى احنا بنعلمها لاولادنا ونتعلمها كلنا، والمفروض ان احنا نقبلها كلنا. صحيح صحيح، والطبيعي والمنطقي دايما وده في الرياضه وده المنطقي انك في تكسب وتخسر ويبقى عندك الروح الرياضيه انك تقول مفيش مشكله. عايز اسالك على الكوره المصريه بشكل عام، فكره ان يبقى عندنا خبير تحكيم اجنبي، عندنا شركه اجنبيه بتعمل لنا جدول الدوري، نظام جديد للدوري الممتاز، هل عندك تفاؤل بالموسم الجديد؟ سكت كثيرا. لا الصراحه ما عنديش تفاؤل خالص. ما عندكش تفاؤل خالص؟ ليه؟ لانه هو في النهايه في شركه هتعمل جدول، لكن مين اللي هيدير الجدول ده؟ طبعا هي دي القصه كلها. لجنه مسابقات مصريه. لجنه المسابقات المصريه، هل لجنه هي نفسها اللي كانت موجوده قبل كده؟ فما عنديش اي تفاؤل الصراحه. لا مش هتبقى هي هي. يعني مش شايف لغايه دلوقتي، مش شايف الجديد، فلما نشوف الجديد ونشوف الناس الجديده اللي جايه يعني ما اعرفش. يعني هو هل في ناس جديده هتدير الكره المصريه؟ هل في ناس هتدير لجنه المسابقات بشكل جيد؟ الغريب ان الناس بتقول دلوقتي نفس الناس القديمه اللي كانت موجوده بتطلع دلوقتي بتتكلم وبتقول كلام، بتقول ان مفيش تاجيلات ومفيش مش عارف ايه ومفيش ايه. طب ما هو كان في ليه؟ يعني ما حدش كان بيقول للناس دي طب في ليه؟ وحضرتك طالما انت مش هتبقى موجود في الفتره الجايه فانت بتتكلم ليه عن الفتره الجايه؟ ولو كنت موجود في الفتره اللي جايه فدي مشكله اكبر واكبر. انا هصدقك ازاي اذا كانت الفتره اللي فاتت انت ما صدقتش في الجمله بتاعت مفيش تاجيلات؟ طب هو كان في ليه؟ طب انت اذا كنت انت قادر انك انت ما يبقاش فيه تاجيلات الموسم الجديد، طب انت كنت بتعمل في الموسم القديم تاجيلات ليه؟ وانت ليه بتتكلم عن الموسم الجديد اذا كنت انت ممكن ما تبقاش موجود؟ فهي في يعني حاله غيمه كده موجوده، محدش عارف اللي جاي ايه.
هو مين اللي هيدير الكرة المصرية الفترة اللي جاية؟ هل في انتخابات؟ أنا عارف إن في انتخابات لاتحاد الكورة. طبعًا. طب في انتخابات لاتحاد الكورة، طب الرابطة النهاردة موقفها إيه؟ هل الرابطة لغاية دلوقتي، ليه لغاية دلوقتي ما حصلش انتخابات في الرابطة؟ صحيح. طب ما الرابطة هي اللي بتدير المسابقة. طب إيه اللي يمنع دلوقتي إن يحصل انتخابات على الرابطة؟ طب اتحاد الكورة وليه ميعاد طبقًا للقانون وي وي وي، أوكي إحنا مسلمين بالقصة دي. طب الرابطة إيه اللي مأخر القصة؟ إيه اللي مأخر إن الرابطة تعمل لجنة مسابقات جديدة؟ فأنا مش عارف الصراحة الفكرة دي، أنا مش فاهمها، ومش فاهم ليه فكرة الغيامة اللي إحنا مش شايفين مستقبلنا قدامنا شكله عامل إزاي. قصة التحكيم في مصر أنا ما أعتقدش إن هي هتتحل بوجود حكم، موجود يعني مدير رئيس لجنة حكام أجنبي. ما أعتقدش إن هي دي القصة، إن وجود رئيس لجنة حكام أجنبي. القصة قصة إنك أنت محتاج إنك أنت ترفع من كفاءة الحكام بتوعك. يبقى عندك دورات، الدورات دي مستمرة، الناس دي تبقى بتاخد دورات، بتجيب لهم خبير يعلمهم، بتجيب لهم يعني الفار النهاردة في تقنيات كتيرة جدا اتعملت في الغرب ما بقاش فيها مجال للشك، خلاص ممكن ان احنا نساعد بدل ما نجيب ندفع الفلوس دي في ان احنا نجيب واحد يدير، مجرد ان هو يختار الحكام رئيس لجنة حكام اجيبه اجنبي عشان ادفع له بالقد كده. طب ما انا اجيب تقنية عالية شوية في الفار تساعدني في ان انا تسهل عليا الامور في الماتش، بدل ما اقعد النهارده خمس دقائق وست دقائق ويبقى في شك وي والنقط واحطها بالايد واعمل مش عارف ايه والكلام ده كله، ما انا ممكن اجيب تقنيات حديثه موجوده بنشوفها كلها سهله جدا. نجيب تقنيه خط المرمى بدل ما ندفع لخبير اجنبي، نجيب يعني تقنيات حديثه، يعني ممكن نساعد نفسنا في حاجات كتيره جدا جدا ممكن تسهل لنا الامور وتساعد الحكم المصري وتساعد الحكم وتنجح المسابقه وتبقى المواضيع فير وتبقى الدنيا كلها ماشيه كويس. صحيح أستاذ الحب، شرفت ونورت، وحقيقي القعدة النهاردة كانت مفيدة مثمرة جدا، استفدنا من كثير من الأمور، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الله يخليك، أنا سعيد جدا بوجودي معاك. يا رب يخليك. الله يخليك. ده كان لقاءنا مع المحترم أستاذ الحب أبو الجيل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق. بعد الفاصل شرفني ونورني النجم كابتن عمرو الدسوقي نجم نادي المصري البورسعيدي ومنتخب مصر الأسبق، خليكم معنا. يعني اللقاء بستناه من كل فترة لفترة كده، صديق عزيز غالي دايما وجوده إضافة، ودايما إضافته في الكلام اللي بيقوله وقيمة الكلام اللي بيقوله، وظهوره دايما ظهور مثمر وله نتائج عظيمة دائما وأبدا، حاجات المشاهد يستفيد. يعني صديق عزيز وغالي ونجم كبير في كرة القدم المصرية النجم عمرو الدسوقي نجم النادي المصري ومنتخبنا الوطني الأسبق. يا كابتن عمرو منور الدنيا. كريم كتير عليك الكلام ده، أقل من حقك عشان أنت وحشني جدا. الله يخليك، ده أنت عارف إيه؟ إن اللقاء ما بيننا بيبقى أنا بسعد بيه جدا وبنتظره حبيب. وأنت من الشخصيات المحترمة جدا في الإعلام الرياضي المصري. يا رب يخليك. وفعلا يعني خطوات مبهرة لحاجة يعني ننتظرها إن شاء الله في القادم، يعني أفضل وأفضل وفي مكان أفضل. الحمد لله دايما مكان أفضل. الحمد لله، اي رب اي حاجه ربنا بيعملها بتبقى هي الافضل. الحمد لله. بدايه، وهي السؤال اللي ختمت بيه مع الكابتن رحاب ابو رجيله، هل متفائل بالموسم الجديد؟ بص، حتى لو مش متفائل هتفائل. حلو. يعني انا استمتعت طبعا بلقاء استاذ رحاب، ويمكن هو دايما يعني مش متفائل بالاداره الكره المصريه او الفتره اللي هي الحاليه او القادمه، لان هو مش شايف قدام في ايه. ولكن احنا كلنا نأمل، حتى الصفوف الشابة اللي موجودة والكوادر اللي المفروض تبقى موجودة لازم يبقى عندها أمل. ما هو انت لو فقدت الأمل مش هيبقى فيه إصلاح. انا من وجهة نظري ان احنا لازم نكمل، ولازم الصفوف الشابة تقدر تاخد مكانتها الطبيعية وتقدر تنجز، وطبعا بالعمل ووجودها في المجال الرياضي. يعني أمثلة كتير جدا ما كانتش أخد حظوظها، ولكن أنا شايف أن الفترة الأخيرة كله ناس كلها بتتكلم عليها، يعني حسام الزناتي من الناس اللي الإعلام والناس كانوا بيتكلموا عليها أنه هو ما كانش أخد فرصة في الفترة الأخيرة، أمثلة شابة يعني محمد فضل، الناس اللي موجودة. مش عايز أسمي، ولكن عايز أقول أن المستقبل أكيد إن شاء الله يبقى أحسن مع التعليم، مع الثقافة، مع الأمل. مش عايزين نفقد الامل يا كريم. ما احنا لو فقدنا الامل هنموت. حلوه. صح كده ولا ايه؟ حلوه حلوه. فان شاء الله باذن الله يعني يبقى في مرحله جديده من اتحاد الكوره ان شاء الله باذن الله الجمعيه العموميه تقدر تنتخبها وتقدر تنجز فيها، حتى اداره الرابطه ان شاء الله نقدر
وجوه جيدة تبقى موجودة إن شاء الله لصالح الكرة المصرية والإصلاح الكرة المصرية. خلي بالك الإصلاح مش هيجي مرة واحدة كده، لا أنت النهاردة لازم يبقى له إعداد ولازم يبقى فيه خطوات للتنظيم نفسه. فدايما الناس بتبقى يعني النظرة بتاعتها وقتية، يعني النهاردة أنا عايز أغير يبقى كل حاجة تتغير. لا حول. في حكاية الصبح مش صبح من الصبح بتكلم فيها لحد النهار لحد دلوقتي، موضوع غياب الجماهير عن المدرجات، مش بس عن مباراة منتخب مصر، عشان الناس وقفتها عند مباراة منتخب مصر، لكن انت لو بصيت على باقي مباريات الدوري غالبية مباريات الدوري ما فيهاش جماهير، حتى المباريات لأندية جماهيرية، مش بس المباريات اللي مش لأندية جماهيرية، الناس ما بقتش تروح المدرجات كتير. وانت راجل كنت بتلعب قدام الاستاد متقفل والناس قاعدة بره كمان. بص دي انا يعني بعتبرها دي حاجة سقطة كبيرة جدا. لأن النهاردة الكورة ما ينفعش من غير جمهور. لازم توفر المناخ الجيد للجماهير، ولازم الجماهير برضو عليها عامل كبير جدا. ما خلي بالك الموضوع رايح جاي، ما احنا لو اخدناها من منظور معين احنا كنا بنتعرض في فترة من الفترات البلد لأمور كتير جدا صعبة. وعشان ترتبها لازم يبقى فيه تنظيم ولازم يبقى فيه حقوق بتتاخد. النهاردة انت ساعات بتفتح الجماهير ولكن بيبقى فيه برضو فيه مشاكل كبيرة جدا بتجيلك وانت فتحت، فبيبقى حمل كبير جدا على الامن اللي عندنا، ويبقى فيه بنسبب مشاكل كبيره جدا. صح، فانت النهارده العقليه. كابتن عمرو، احنا بقالنا كتير الحمد لله الحمد لله ربنا يسترها علينا وعلى البلد، مفيش مشاكل في المدرجات، مفيش مشاكل في الملاعب. اخليهم 5000 مشجع، اخليهم 10000 مشجع، اخليهم 20000 مشجع، وفي الاخر برضو العدد اللي بيروح قليل جدا. بص لازم يبقى دور الاعلام كبير جدا على ان نرجع تاني. خلي بالك احنا قعدنا فتره كبيره جدا بعيد عن الامر ده، زائد طبعا عدم وجود الانديه الشعبيه بالكثافه الكامله في الدوري الممتاز، وده مؤثر عليه. وخلي بالك ده بيدي برضو نوعيه من القيمه التسويقيه للدوري المصري اعتقد بتقل شويه. فمزيد من ان انت الاعلام لازم يتكلم للامر دوت، لازم يوعي الناس، لازم يبقى في ثقافه حتى الناس اللي بتدخل يبقى في انضباط بشكل معين في المدرجات. اعتقد ان الجمهور مش بعيد، خلي بالك حتى لو هو متابع على شاشات التلفزيون، بس هو قلبه وروحه مع فرقته. ايوه، ما هو دي مشكله. احنا دلوقتي كمان تغير العصر، الناس بقت ماسكه الموبايل يقول لك انا هقعد على الكنبه في بيتي، لا متهيألك ههاجم عمرو الدسوقي وهاجم كريم واللعيبه اللي بتلعب في المباراه، اخش اللايف ساعه المباراه وهي شغاله عشان اقول رايي في المباراه. انا ايه اللي هيخليني اروح المدرجات دي؟ مش متعه بالنسبه لي، المتعه بالنسبه لي ابقى قاعد اعمل الكلام ده. الكل الكل فعلا بيعمل كده، بس صدقني في حاجه كده جوانا بتقول لك انا عايز اروح. انت نفسك طبعا يعني بتحب تشوف المباراه في استاد القاهره مع منتخب مصر. بحس انه بقى جالنا احنا الناس اللي اتربت انها تروح المدرجات، انها دقت متعتها. لا والله يعني في انا دلوقتي ما دقش دي طعم المدرجات. انا شايف ده، انا شايف ده، بس الجيل الجديد مزيد من التوعيه. احنا كدور اعلامي لازم عليه عامل كبير جدا، لان الولاد دول لازم يبقوا في المدرجات ولازم يبقى بتوعيه معينه وبثقافه معينه. اكيد هتفرق. خلي بالك انت النهارده واحده واحده انت راجع من بعيد، فانت ما تاخدش زي ما قلت لك حتى في حته الاداره. الاداره انت ما تستناش ان انت تغير مجلس اداره او تغير رابطه او تغير اي شيء في الدنيا يبقى الاصلاح موجود على طول. انت ما بتقلبش القناه على طول، لا. صح. انت النهارده لازم تدي لنفسك فرصه، وبعدين انت جاي من بعيد كجماهير. لا انا شايف ان اوجد للمناخ الجيد لجمهور اي فرقه هتلاقيه موجود. يعني انا اديك مثال بسيط، يعني حتى كويس ان احنا يعني دخلنا في النقطه ديت، ودي النقطه كانت مهمه جدا. هتكلم على جمهور مثلا النادي المصري. جمهور النادي المصري بيعاني بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره، ان هو بقاله اكتر من 13 سنه بره ملعبه، وده لظروف معينه. ولكن النهارده لازم تسهل عليه، لازم تديله ملعب قريب عشان يقدر بكثافته يروح، لكن ما تصفروش 600 كيلو عشان يروح برج العرب، ودي بتسبب له ازمه كبيره جدا. النقطه ديت مهمه جدا، لازم نتعامل عليها ولازم نشتغل عليها عشان تقدر تلاقي جمهور. صح. يعني هو النادي المصري مثلا في الرابطه هو كان 7-8000 لقيتهم كلهم في اسكندريه. فانت اوجد المناخ للجمهور نفسه ان انت ما تصعبش عليه، طبعا مع كل الشكل والوضع الامني، بحيث ان الناس دي تقدر تتنقل بامان وتبقى تستمتع بفرقتها وتشجع فرقتها، تلاقي المدرجات موجوده. صح. ما عندنا خلي بالك الاسماعيلي برضو نفس القصه، الاسماعيلي بيلعب على ملعبه بتلاقي الجماهير موجوده. صح. انا بستغل الفرصه اللي انت موجود النهارده وكل المواضيع اللي انا عايز افتحها خش معاك. خش هفتح معاك موضوع دلوقتي اعتقد واتصور انه مسك قبل كده او لمسك قبل كده او حصل لك قبل كده.
موضوع اللجان اللي بقت في الكوره، اللجان الالكترونيه. اللي هو انا النهارده همسك عمرو الدسوقي ويتقال كده نص خلصوا على عمرو الدسوقي معنويا ونفسيا وكل شيء، بقى انا هاجمك للصبح. يعني خلي بالك انت عشت معايا مرحله معينه كده. طبعا يعني اعتقد مر عليها معظم الناس اللي بيشتغلوا في الرياضه، سواء لاعب كوره او نجم سابق او مدرب او اداري او حتى اعلامي، فكره انه يلا حتى بيتسمى كده تعالى نعمل حمله على فلان. خلي بالك هو موجود في الكوره من زمان. لو جيت بصيت لقطاع الكوره من زمان هتلاقي ان الناس اللي هي على الكيبورد دلوقتي اللي هي بتقدر يعني تنتقد كريم او تهاجم كريم كنت تلاقيهم في المدرجات. تحول بس على شكل تاني برضو يعني. صح. انت فاهم، انا من وجهه نظري مش عايز اقول حاجات مدفوعه الاجر ولكن هي موجوده. لا هي اكيد مدفوعه الاجر. ما انا عايز مش انا بحاول اجملها شويه. لا ما فيهاش، اصل هو بتبقى صفحات. بص للاسف احنا كلها شبه بعض يبقى مدفوعه. ما احنا الناس بتستغل ده وبتحاول تعمل كيان وهمي. ده من وجهه نظري. السوشيال ميديا والحملات اللي بتطلع على اللعيبه يا جماعه دي حاجات وهميه، وللاسف في يعني امور كتيره جدا بتنساق مع الشكل ده ومع من غير ما تبحث في 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 باطن الامور نفسها. ان انت كاداره معينه بتاخد قرار عشان فلان الفلاني كم كبير بيهاجمه فانا هقيله. لا ما انا جايبك كاداره، ما هنا دور الاداره مهم جدا. النهارده اذا كنت انت اداري فاهم انت بتعمل ايه، انت ما ينفعش تاخد اي قرارات عنتريه، لازم يبقى ليك رده فعل معينه حتى لو هي عكس الجمهور. ولا تاثير السوشيال ميديا او بنقول عكس التيار الوهمي. يعني هسميه بالتيار الوهمي. صحيح. اللي هو التيار اللي بيتركب. التيار اللي انت بتحاول ان انت توجده وهو اصلا مش موجود، وهتلاقيهم مثلا 20 30 واحد فاتحين 20 صفحه ولا 30 40 صفحه ووراهم كذا حد بيحاول ان هو ينتقد ويدوس في الحته دي. فانت كراجل اداري المفروض لازم تبقى فاهم. خلي بالك هنا لعيبه الكوره اللي فاهمه هتبقى فاهمه القرارات بالنسبه للكوره. صحيح. في الانديه هتلاقي برضو الناس الاداريين المفروض ان انا لما بنتخب جماعه عموميه بتبقى فاهمه ده، فانت ما ينفعش تنساق على ورا الاتجاه ده، لازم يبقى ليا قرار، لازم يبقى ليا تفنيد للشيء نفسه. مهم جدا النقطه دي، لان النقطه ديت بيتبنى عليها حاجات كتير قوي يا كريم. انت لو جيت بصيت لكل الامور المهمه في حياتنا دلوقتي انت بتاخدها على من السوشيال ميديا وكل الامور اللي بتتحط كضغط على السوشيال ميديا، في ظل ان السوشيال ميديا ديت ممكن ما تلاقيهاش 1% من جمهور اللي فعلا احنا بنحبه عشان يجي في المدرجات، والكم الكبير من جمهورنا اللي موجود. هل هناك بعض الناس سواء على السوشيال ميديا او غير السوشيال ميديا، سواء بالسوشيال ميديا او حتى بالاعلام التقليدي، يبالغون في انتقاد الكابتن حسام حسن وجهازه المعاون في منتخب مصر لأسباب سابقة، لأسباب تتعلق بأنه مش عايزين الكابتن حسام حسن موجود في المنتخب، ولا شايف الانتقادات اللي تعرض ليها الكابتن حسام حسن في أي فترة من الفترات وهو رد عليها دي كانت انتقادات طبيعية ومنطقية؟ بص للأسف كابتن حسام حسن وكابتن إبراهيم حسن دايما بيحبوا يشتغلوا تحت الضغط. وعايز أقول لك أن من بداية يعني معرفتي بيهم أنا كنت راجل، يعني كنت في النادي المصري، كنت كابتن النادي المصري، وهم كلاعيبة كانوا موجودين جم على في الوقت اللي أنا كنت فيه. فهو كابتن حسام حسن دايما بيحب يشتغل تحت ضغط، حتى بيصدر الضغط على الشخص اللي قدامه عشان يقدر يوصل لأفضل شيء ليه. حتى لعيبة الكورة تلاقيها كل لعيبة الكورة اللي بتشتغل مع حسام حسن تلاقيها كلها لعيبة لازم تبقى لعيبة انضباطية، لعيبة لازم تاخد الأوامر وتنفذ، يعني ما يبقاش فيه حتة الحوار نفسه. فهي دي شخصية حسام حسن. حسام حسن ما تعودش إن حد ينتقده، وده طبيعي. خلي بالك هو ممكن شخصية مختلفة، أنا بحب إن أنا أعمل شغلي وأنا مقتنع بشغلي تمام الاقتناع وأنت ما تناقشنيش فيه. وعلى فكرة ده في الكورة مش صح، ده من وجهة نظري. خلي بالك احنا اتقابلنا مع بعض في خلافات في التحليل الفني ما بين كابتن حسام وكابتن إبراهيم لما كان ماسك النادي المصري، وكان في جزء من الاختلافات الفكرية ما بيننا وما بين بعض. ليه؟ عشان في انتقادات فنية. فالانتقاد ده طبيعي جدا، أي مدير فني بيتحط لازم
بيبقى في انتقاد فني سواء من طريقه اللعب او التغييرات او استخدام لعيبه او تغيير لعيبه، فده طبيعي بالنسبه للمديرين الفنيين. عشان في المقابل بيبقى في اشاده برضو في كثير من بالظبط. فانت النهارده لما بتقدر يعني بتنجز في شغلك وبتقدر ان انت تقنع غالبيه الشعب المصري بالفكر الفني بتاعك، اعتقد ان الناس كلها بتشيد بيك. صحيح. وده حصل على فكره كتير جدا في فترات مع الكابتن حسام حسن. ولكن كابتن حسام حسن دايما ما بيحبش الانتقادات، ودي انا عاصرتها معاه بشكل كبير جدا في فتره كبيره جدا مع النادي المصري، وعارف ان هو هيتعرض ليها حتى مع منتخب مصر. ويمكن انت بتشوف حتى في التصريحات الاخيره، يعني كان في عده تصريحات برضو دايما يعني حته ان انا بتعرض تحت ضغط والناس كلها بتهاجمني والناس، وطبعا بياخد امثله بالنسبه للمديرين الفنيين. فانا شايف من وجهه نظري ان طبيعي ان انا كمحلل اقدر اقول رايي الفني، وانت كراجل بس مدير فني اكيد. ما هو انا اعتقد تصور يعني الكابتن حسام حسن يتقبل الاراء المنطقيه، ولكن في احيانا برضو بيبقى اراء غير منطقيه بالمره. لا يعني احنا ما بنتكلم، احنا بنتكلم على المنطق. المنطق المنطق طبيعي يتحمل هو بالمنطق الاراء النقديه والاراء كمان اللي فيها اشاده. دي حقيقه فعلا. ده هو لازم يعني يقتنع بده. صحيح. لازم يبقى فيه امر، لان انت النهارده انت كمدير فني لازم انت مش بعيد عن الانتقاد. وطول ما انت هتبقى موجوده هتبقى برضه بتنتقد. هسألك سؤال باختصار شديد جدا. اتفضل. مين هيكسب السوبر المصري؟ سؤال صعب قوي. ده سهل جدا. وانا متصور ان انت عندك اجابه. لا والله انا يعني شايف الدوافع هتفرق كتير جدا. ماشي، عند مين؟ يعني انا وجهه نظري ان يعني النادي الاهلي هيبقى بيفترس البطوله دي. يفترسها. يعني انا شايف ان هو يعني انت عارف لما يعني حد يكون متعود على ان هو بياخد البطولات كلها وبتتسرق منه بطوله في الطريق، والبطوله دي تاثر فيه نفسيا، والناس كلها تقدر تتكلم وتقول، وفي ضغط كبير جدا على اللعيبه وعلى كولر بشكل كبير جدا. فانا مستني اشوف الاهلي. يعني انا مستني اشوف ماتشات الاهلي مع الاختلاف طبعا مع يعني فرقتين. اعتقد الزمالك طالع من نشوه كبيره جدا، بس من وجهة نظري أنا شايفها أن هي ممكن تأثر عليه بالسلب شوية. كثرة الأفراح طبعا، يعني كل التقدير لنادي الزمالك ونادي كبير وعريق، بطولة عظيمة ومهمة، بطولة عظيمة جدا طبعاً. ويعني أعتقد أن كان في تشريف للكرة المصرية في المباراة دي، أنه أهلي وزمالك يلعبوها. بس أنا قصدي يعني عايز أقول نقطة مهمة جدا، الفرق بين الأهلي والزمالك. الأهلي لما بياخد بطولة بتلاقيه مركز مليون في المية، بيفرح فترة معينة وبيقفل على نفسه الصفحة وخلاص بيكمل. نادي الزمالك أنا ما بشوفش ديك. أنا نفسي على فكرة نادي الزمالك يبقى فيه الكلام دوت، إن هو لما بياخد بطولة يقفل ويركز في اللي جاي، لأن خلي بالك كتر الفرحة بالنسبة للعيبة أو سواء الأجهزة الفنية أو الإدارة نفسها، ده بيدي برضو عدم قله التركيز بالنسبه للعيبه، وده بيأثر بالسلب على لعيبته. فلازم يبقى الفكر من هنا، خلي بالك ده فكر اوروبي. انت النهارده لما بتخلص بطوله بتقفل عليها وتفكر في اللي جاي. صحيح. ما انا مش هفضل افرح على طول. ثالثا طبعا نادي بيراميدز الفرقه قويه جدا، اسماء قويه، ولكن انا شايفها من وجهه نظري ان هي محتاجين الضغط الجماهيري. وده مش موجود عندهم. ده اللي هو ممكن يروح بيهم لحته كبيره جدا. شايف سيراميكا انا شايف يعني مش عايز اقول الافضل، ولكن هو في تنافس ما بينهم وبين بعض. فرقه سيراميكا برضو فرقه كويسه وعندها حظوظ وعندها دوافع كبيره جدا لان هي تكسب، ولكن بس انا شايفهم بالترتيب كده. يعني اعتقد ان الاهلي الدوافع بتاعته اكبر، يجي بعديها من وجهه نظري فرقه الزمالك وبيراميدز في نفس الشكل، ويجي بعديهم فرقه سيراميكا. كابتن عمرو كالعاده بتشرف وبتنور، الحوار معاك دايما ممتع. الله يخليك. انا بقالي كتير قوي ما دخلتش في كذا موضوع كده مع بعض. مبسوط ان انا كنت معاك. الله يخليك حبيبي يا كريم، انا دايما بسعد معاك والله. حبيبي يا كابتن عمرو. الله يخليك. طيب انا خلصت الحلقه بالنسبه لي رقم 10 النهارده، اشوفكم باذن الله بكره. هسيبكم مع حوار مسجل من زميلنا احمد المصري مع كابتن طارق طه لاعب فريق مودرن سبورت. اشوفكم يا رب على الف خير.
زميلي العزيز كريم رمزي، برحب بيك، برحب بكل مشاهدي رقم 10 في كل مكان. ولقاءاتنا الخاصه النهارده معنا واحد من اللاعبين المميزين، هو نجم نادي الاسماعيلي ثم نادي بيراميدز وحاليا نادي مودرن سبورت، هو النجم طارق طه. طارق برحب بيك رقم 10 وبنقول لك تحيات كريم رمزي. برحب بيك طبعا يا مصر، وبرحب ببرنامجك الجميل، وسلاماتي طبعا للكابتن كريم. طارق يمكن تألقت بشده، يمكن بدايه كانت الانتاج الحربي، ويمكن هي الفتره اللي تألقت من خلالها وانتقلت للعديد من الانديه. ناس كتير ما تعرفش مشوارك بقى، الانتاج كان اول خطوه ليك في الكوره ولا كان في حاجه قبل الانتاج الحربي؟ لا انا بدات مراحل الناشئين كان نادي انبي، ومن خلال نادي انبي رحت الانتاج، قعدت لعبت هناك حوالي 4 سنين او 5 سنين، وبعد كده انتقلت لسموحه قعدت فيها سنه، وبعد كده رحت الاسماعيلي قعدت برضو فيها سنه، وبعد كده رحت بيراميدز قعدت فيها سنتين، وفي اخر بقى التجاربي كان مودرن سبورت. يعني المرحله الافضل من وجهه نظرك في الانديه اللي انت لعبت معها؟ اكيد الانديه الشعبيه، الانديه اللي بتبقى فيها جماهيريه بتبقى فيها متعه خاصه في الكوره عامه يعني. فبالنسبه للنادي الاسماعيلي والسنه بتاعت نادي الاسماعيلي دي هي دايما متعلقه بيا دايما. من خلالها كان لعبنا في 4 بطولات، وكانت من اكبر بطولات على مستوى القاره، لعبنا في بطوله افريقيا، بنلعب في بطوله الدوري، وكان بطوله العربيه، فدي كانت من افضل المواسم اللي الواحد بيعتز بيها دايما يعني. تجربه بيراميدز، يعني بيراميدز من الانديه اللي عملت طفره في كره القدم المصريه في السنوات الاخيره، اصبح منافس للاهلي والزمالك، بطل كاس مصر في النسخ الاخيره. تجربه بيراميدز بتقيمها ازاي بالنسبه لوجودك في بيراميدز في الفتره اللي لعبت فيها في بيراميدز؟ لا هي بكل المقاييس كانت تجربه برضو كانت ناجحه، بس بالنسبه لي ما كانتش ناجحه على المستوى اللي انا كنت دايما حاطه، لان انا في الاول اخر كان بالنسبه لي كان حلم كتير اللي انت طول الوقت ان انت بتلعب، وكان من خلالها ان انا كنت اقدر عايز الواحد ينضم من خلال مصر في انديه كبيره، وكان تجربه نادي بيراميدز نادي كبير، ونادي كان عنده طموحات كبيره جدا، وكان على المدار البعيد وعنده خطه ان هو يقدر ينافس على كل الالقاب. فمن خلالي برضو كانت التجربه يعني ما كانتش بالنسبه لي اللي انا كنت مستنيها، ف يعني ومرينا بحاجات ومرينا بظروف جامده فيها، ولعبنا فيها نهائيات كتير جدا، وخدنا ثالث دوري، ولعبنا برضو فيها افريقيا، فما كانتش المردود بالنسبه لي اللي انا تجربه يعني بالنسبه لي كانت كويسه قوي. مين كان موجود باك ليفت معاك في فتره بيراميدز دي؟ حضرت محمد حمدي ولا كان؟ كان حمدي، كنت انا وحمدي في الفتره دي اللي كنا موجودين في الـ في الـ في, الـ في النادي يعني. بعد بيراميدز يمكن تجربه فيوتشر او مودرن فيوتشر، يمكن البدايه كانت قويه، الكل توقع ان البدايه تكون قويه، برضو يمكن بدات قوي مع مودرن وبعدين الامور بدات تختلف شويه، ليه؟ بص في الاول والاخر اختيار الانديه او طول الوقت ان انت بتبقى بتفكر ان انت النادي، يعني اختياري للنادي ده كان بطموحات جديده، ان النادي ده كان مؤسس ان هو طول الوقت عايز يعمل فرقه كبيره، وعايز يغير يعني فكر معين، ان طول الوقت انا عامل فرقه جبنا عدد كتير من اللعيبه، بس كان الهدف ان هو ان احنا نلعب على المربع الذهبي، وان احنا نلعب افريقيا. اشتغلنا بشكل كويس جدا، ولكن في اختيار للنادي ذات نفسه انا ممكن يكون رحت، او الاختيار بتاعي كان من خلال في الاول خالص كان ماسك كابتن محمد يوسف، فهو كان تواصل معايا وكان قدر يختارني، وبعد كده بعد ما خلصت كان جاء كابتن علي ماهر طبعا بفكر تاني، بعدد لعيبه تانيه او بلعيبه تانيه، فدي اللي ممكن تبقى اثرت معايا شويه في النادي. ف يعني مش قادر اقول ان هي تجربه ناجحه، بس عشان ما شاركتش فيها كتير جدا، بس ولكن كانت هي وجهه نظر. بس انا كطارق لا، في كل تجاربي في كل فرقه انا رحت فيها اكيد استفدت منها وخدناها، يعني مش هقول اللي انا عايزه، لان انا كنت عايزه كنت بحلم ان انا العب بصفه مستمره، ان انا كنت عايز العب منتخب مصر. مريت بعدد مشاكل كتير جدا في عدد الفرق اللي انا لعبت فيها، مش هقول ايا كان تاثيرا من النادي، ممكن يكون تاثيرا مني انا كطارق شويه، بس ولكن كانت الظروف كانت اصعب من ان ما لقيتش المدرب او الشخص اللي دايما مستنيني انا كطارق، ان انا عايز يخليني
بشكل كويس جدا، نصر بشكل كويس او قدر يستحمل او طول الوقت وقف جنبي بشكل كبير جدا. فاتأثرت كتير جدا في الفتره الجايه. بقى بتفكر في ايه اللي الواجهه رايحه فين الفتره؟ والله دلوقتي يعني في عروض يعني وبقدر ادرسها بشكل كويس جدا، فان شاء الله باذن الله يعني الانسب يعني، وساعتها دي انا من التجارب ومن الحاجات اللي هي جاء الوقت اللي انت لازم تفكر فيه، مش اللي انت طول الوقت ان انت اي عرض بيجي فلازم تروح، ده الوقت المناسب اللي انت تقدر تفكر في عرض ان يقدر يفيدك انت كلعيب، مش هتستفاد منه لا، يفيدك انت كلعيب ان انت تقدر تعوض سنين فاتت كتير، وتقدر ان شاء الله تشتغل بشكل كويس جدا وترجع نفسك بشكل كويس جدا. مين الظهير الافضل في مصر حاليا في مكانك؟ في مكاني انا؟ لا، انا من الناس اللي بحب علي معلول جدا يعني، لانه في الاول والاخر هو عنده الاستمراريه، عنده استمراريه في مش في ماتشين ولا ثلاثه لا، فعنده في سنين وعنده القاب كتير جدا، وفي نفس الوقت هو مردوده طول الوقت من اللعيب. انا من النوعيات اللي بحب اللعيب الهجومي، فعلي معلول عنده كل المميزات ان هو يقدر يبقى لعيب عالمي يعني، زي ما مختلف وفي نفس الوقت من الناس اللي بحبها جدا يعني. المنافسة في مصر هتفضل أهلي وزمالك ولا بيراميدز يقدر يكمل مودرن سموحة المصري؟ ممكن نشوف بطل جديد للدوري في المواسم اللي جاية؟ بص أنا أقول لك حاجة، هو بيراميدز طبعا طرف في الأندية اللي احنا نقدر نقول عليها اللي هي بتنافس. أنا بيراميدز كان وأنا موجود في النادي كنا مستنيين إن احنا نحقق بطولة، وأكيد بعد ما مشيت هم البطولة دي اتحققت، أكيد النادي ده كان بيعمل كتير جدا عشان يحقق بطولة، ولما حقق بطولة أكيد هم هيبنوا على الكلام ده. فهو طرف بكل قوة إن هو يقدر ينافس مع الأهلي والزمالك في أكيد في الفرق اللي فوق، ومش بالعكس ده ممكن ينافسوا كمان في أفريقيا، لأن العوامل اللي هناك تساعد أي حد ينجح أيا كان، في أي لعيبة في إدارة في كل حاجة، هي فعلا هي منظومة محترفة في كل حاجة. فأكيد البطولة اللي خدوها دي هتفرق معاهم هم هناك كلعيبة، وهم كانوا مستنيين الكلام ده من يعني بقى لهم 5 سنين مستنيين إنهم يحققوا بطولة عشان يبنوا على الكلام ده. وأنا عارف وعشت هناك في أوضة اللبس ان طول الوقت الناس دي كانت بتحلم ان هي تاخد بطوله، ولما حققوا بطوله اكيد مش هيستكفوا بيها، فطول الوقت عايزين يبنوا عليها ياخدوا بطولات كتير جدا. الزمالك استحق السوبر ولا المباراه كانت ممكن تروح للاهلي في وقت من الاوقات؟ بص هو هي المباراه كانت صعبه جدا يعني، هي في الاول خالص ما كانتش باينه مين الاول اللي هيكسب ومين اللي هيخسر، لان ما كانش فيه عدد فرص للفرقتين. بس هنقول بشكل اكبر الزمالك كان يعني يستحق ان هو يكسب، لان كنت شايف اصرار وروح غير طبيعي. حسيت الاهلي يعني من الماتش ذات نفسه كان ضامن ان هو يكسب في اي وقت، فطول الوقت كان الكره ما كانتش كده. فالزمالك كان طول الوقت عنده الروح وعنده الاصرار ان هو البطوله دي يقدر يحققها ايا كان هي الطريقه، وهو ربنا عوض المجتهد دايما. تمنيت في حياتك انك تلعب في الاهلي والزمالك؟ اكيد طبعا، حلم اي لعيب في الدنيا ان هو متصور ان هو يلعب في اي فرقه زي ان كان الاهلي والزمالك، دول من اكبر انديه في افريقيا مش في مصر، فاي لعيب كان بيحلم يلعب في لاي نادي فيهم. ما اتحققش، بس هو كان في خلال سنه الاسماعيلي دي كان جالي اكتر من كانت قريبه جدا، بس ساعتها كان بيراميدز قدر يحسم الامور بالارقام والحاجات اللي دفعها للنادي، ف رحت بيراميدز يعني. احسن نادي في مصر من وجهه نظرك حاليا؟ احسن نادي في مصر، افضل نادي من ناحيه الامكانيات البطولات الانجازات اكيد استقرار. ما فيش حد اكيد، اهلي وزمالك دول ناديين تاريخهم كبير جدا وبطولات عدد بطولاتهم كتير جدا، فما تقدرش تقول دلوقتي ايا كان احسن نادي في اهلي او زمالك، لا الاثنين ناديين كبار جدا وناديين اي حد واي لعيب يتمنى يلعب. كابتن حسام قادر ان هو ينجح مع منتخب مصر؟ اكيد طبعا الكابتن حسام، طبعا اكيد جالنا حتى مررنا 10 ايام كده، كابتن حسام من الشخصيات المجتهده جدا واللي هو طول الوقت يعني الراجل ده بيشتغل بقلبه مش بعقله، ف يعني هو قادر، وانا واثق كده ان هو دايما مجتهد، فربنا بيعوضه وان شاء الله يبقى يعني، ونتمنى ان هو ينجح ويخلي المنتخب في حته تانية يعني. احسن لاعب في مصر؟ احسن لاعب في مصر؟ لا، في عدد لعيبه كتير. مش اسمين عشان نشيل اسمين؟ لا، في عدد لعيبه. انا بيعجبني زيزو طبعا، بيعجبني حسين الشحات جدا،
ف يعني طريقه لعب الاثنين انا بيعجبوني جدا. يعني طارق تتمنى تحقق ايه في حياتك الفتره الجايه بعد اللي حققته في الكوره وتاريخ كبير مع انديه كتيره؟ اكيد عندك احلام نفسك تحققها الفتره الجايه في الكوره او في حياتك الخاصه وبعيد عن كره القدم. لا اكيد الواحد كل واحد فينا عنده طموحات، بس حاليا دلوقتي والله الواحد بيفكر ان هو في القرار زي حته العروض والكلام ده مش زي قبل كده يعني، لان بفكر ان انا قرار ان شاء الله باذن الله يعني الواحد ياخد قرار يفيده وفي نفس الوقت يرجعه احسن من الاول يعني. طارق بشكرك، يعني ما بتتكلمش كتير واضح كده ان انت كلامك حتى قليل معانا في المقابله. بشكرك، شرفتنا في رقم 10 واتمنى لك التوفيق في خطوتك اللي جايه ان شاء الله وتقدر تحقق احلامك سواء في الكوره او في حياتك الخاصه ان شاء الله. حبيبي يا مصر والله انا كنت مبسوط جدا ان انا معاك والله، ولقاء حلو. انا ما انا من الشخصيات اللي ما بحبش اظهر في الاعلام ولا بحب اتكلم، لان طول الوقت كنا متعودين ان دايما تشتغل ودايما هو شغلك هو اللي بيخلي الناس تحكم عليك. فبشكرك جدا جدا جدا. اول مره ظهرت في الاعلام كنت معايا احرزت هدف في فرقه كبيره، فاكر الماتش ده؟ اكيد طبعا، انتاج الحربي في بترو سبورت وكنت في الزمالك. كان من اول من خلال لك ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي طارق، بشكرك شرفتنا ونورتنا واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. حبيبي يا مصر والله انا كنت مبسوط جدا معاك. ده كان لقائنا مع لاعب من اللاعبين المميزين في الدوري المصري، هو نجم نادي الاسماعيلي ونجم نادي بيراميدز ونادي مودرن سبورت، اللاعب طارق طه، يعني كان معنا في تصريحات خاصه رقم 10. بشكركم وإلى لقاءات خاصه قادمه ان شاء الله، والى اللقاء.